ما هي متصورة أهم شيء. الأغاني نسمع في الصوت، دونك أي أوكي لا بأس. صوت مليح. ها والربط. أصبر شوف. الأخ شريف أنا ننتظر فيك. كمال شكون هذا كمال؟ مرحبا بك الأخ كمال. تفضل الأخ كمال. أدول أنا تفضل الأخ كمال. ايه الاخ مبكر. هذا وين لحقك الصوره عيسى؟ والله اخ مبكر توحشت الشوان تاع اليشيره. اخويا قال لك يلا توكل على ربي. قال لك عيسى بارل اخويا، راه عادي يهضرنا بالفرنسيسة يو بارل. اروح عيسى وبارلي انت يا لا بارلي غير انا والله. هذا الاخ شريف، ها الربط الاخ شريف. صبر تشوف ان بالك لا درني غلط تاني في ال، صبرني نشوف الرابط. ايه المفترض هذا هو. عندي الدرس نتاعي دايره حالة. هذا هو الربط. قول عيسى. ايه عندي درس تاعه دايره في حالة.
عاودي خلينا من نعس ولا عيسى، خلينا برانكيل. قول سنة راي جي شريف كشمية، شريف اللي يعرف قول اصبر تشوف ترى. شوف شريف على الطلب، هلا يا شيخ نور الدين، وش راك؟ الله غلا باس، كنت دتني عيني راه ملل نوضتك. يا بالك، كنت نسمع فيك وعيني مبيضين، نط بكري اليوم شوية دتني عيني. يا اخوي يصبح لنا ملل. لا 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 ماشي مشكل، لا لا ماشي، كنت نسمع كنت نسمع، كان يهضر معك هذاك من اسبانيا، الاخ عبد بصح اللطيف. واش نعيني مغلوقين تما، ما شغل ندوخ شوية. واش راكم انتم بصحتكم بخير؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش اليوم ماك في الظلمة؟ غير الخير ان شاء الله. والله راه حبيت برك، حبيت ان ساعة نحن للكانكي، الكانكي اي بدي الكانكي نحب ان يا ربي، ما شاء الله صح، ما شاء الله. لا تحب الشعلة، تحب هذه الشعلة قاعدة تاع، كذا. لا لا هذه قاعدة تاع شعبي خويا العزيز، شغل فهمت، شغل تحت التين ده الظلمة، وغير الشيخ اللي عنده الفيوزة هذيك باش يقرا. ايه صراحة عليك يا زمان، قلت لك انا بعت لك ليلي لي طويل ما عنده نهاية. تعرف الغنية ما تعرفهاش؟ الله نور الدين. ما نعرفهاش انا، ما بكري ما نسمعش، ما نسمعش الشعبي، ما نسمعلوش الشعبي. بالك بالك لا جوناس تاوعنا يسمعوا بها، بالك ما نش نسمع عارف، بالك بالك يسمعوا بها، بالك هكذا نسمع شويه لحمان الحراشي، ايه تعجبني البحه نتاعو هذيك. ايه قال لك دحمة الحراشي دوخ دوخ قاع دوخ قاع الغاشي، الله يرحمه لحمان يا دحمان. اخو. دحمان دحمان حاجة أخرى، دحمان كي تقول دحمان الحراشي حاجة أخرى، فهمت؟ كان واحد الوقت ممنوع في الجزائر، كان في واحد الوقت ممنوع، ومن بعد خلاوه وقت شاد لي، ولا طلعت به طلعت به تما، ولا نورمال وقت شاد لي كلش جايز، فهمت؟ هذه هي كان جديد، ولا او اليوم اخبار، قال لك الاخبار، قال لك لقاو قنبولة. هاي بين الخدمة يا أخي. قول قال لك أتمنى راي في العاصمة لقاو قنبولة، قال لك مش غير القنبلة، القنبلة أنت على الكورونا ثاني عاود حياء، فهمت؟ قلت لك يا اخي، قلت لك هذيك تاع الكورونا. اسمع خاي، أنت ما عشتش التسعينات في البلاد. الحمد لله ما عشتهمش. كانوا في الوقت هذاك في التسعينات، نعم سيرمو في العاصمة، لا العاصمة كانوا يقولوا لهم او كاين واحد يجيب تي طاي هكذا ها ويقتل ويهرب. ايه باش قاعده تدخل ديورها. ايه الناس كلهم خارجين لهم، غارسين فيهم الرعب، فهمت؟ ايه ودي خل المنكر اللي خدموه ربي يعلم بيه. وش بيك ايه واش تحب تشوف دير انت؟ يا استعملوا هذيك القضية، هذيك نتاع الدحداح هذيك، بداو بيها. وجو لا هم عندهم مدة واضح الآن. درك تايا في وقت من الأوقات نعم استعملوا هذيك الضربة نتاع شبكة نتاع أمير ديزات، استعملوها عن طريق النهار، نعم ولو أنه فيها جانب من الحقيقة، ولو أنه فيها جانب من الحقيقة، قضية نتاع الابتزاز وقضية نتاع الدراهم، والله كاين منها، كاين جانب من الحقيقة. بصح انت لما انت تولي انت في هذا المستوى، انت راك دولة يا صاحبي، فهمت؟ راك دولة، عندك الوسائل اللي انت ترضع بها المواطن، ما تلجأش انت لهذه الوسائل. لما انت تولي انت يا دولة تتابع في ناس في الفيسبوك، هذا يدل على انهيار الدولة، يدل على الضعف نتاع الدولة، يدل على التخبط نتاع هاد الناس اللي راهم في السلطة، يدل على مانيش عارف انا كيفاش راح نقولها، واحد عمى خلاص
يدل على العمان تاع الدولة. صاحبي انت هذا الوسم راك تشوف انت يا قطر دولة صغيرة، دايرين قناة الجزيرة مقلبين بها العالم، انت عندك الإمكانيات، عندك الصحافة، عندك الجيش، عندك الشرطة، هادو كامل قاعد يتبعني انت في واحد راسه فيه طبسيلوبيا قاعد تتبع فيه ماشي وتقول هذاك الاخضر الدين، الاخضر الدين هما ماشي قضية، ما ماشي قضية يتم يتبعوا فيه ولا ما يتبعوش فيه، لأن الآن في الجزائر الخرجات اللي خرجوها في الحراك كلها سلمية، هما لازم خلق بعبع، ما وجدوش، ما كاش هناك إسلاميين يديروا عليهم إرهاب كما داروا في مصر. مصر داروا الانقلاب واخوان ودخلوهم للسجن، حنا هذيك صارت في التسعينات، في التسعينات ما داروا الانقلاب قال لك الاصوليه ويجيبونا الارهاب ويجيبونا كذا افغان ثانيه وكذا، وداروا الكو والناس مساكن خداو طريحه، اصحاب كما نقولوا حنايا كما كانوا يسموهم هذاك الوقت صحاب الحي، جميع اللي عنده الحياة يخرج في الطريق يخطفوه يديوه، تسمى لقاو العذر. كان بعد كاين شريحه من الشعب الجزائري كان ضد هذه الجماعه، هاد صحاب الجبهه الاسلاميه الانقاذ او بما يسمى الحركه الاسلاميه تاع الجبهه الاسلاميه الانقاذ، كانوا ضد فسكتوا غطاو، كان اللي وقفوا مع الانقلاب وقالوا احنا معاه، باسكو علاش هما ما كانوش يحبوا الاسلاميين، ما يحبوش الاسلام، واحد عنده مشروع اسلامي عروبي وطني ما يحبوش هما، ما يقبلوش، فوقفوا معاه، خداو طريحه مساكن الاسلاميين كما في تونس، نوت تونس وقت بن علي النهضه خدات طريحه، الاخرين كانوا ساكتين والاسلاميين في الحباس يتعذبوا كي نساهم كي ولادهم كي هما وهربوا وكذا. دروك يدير ناضه واسمو ناضه المساله تاع تونس، الاسلاميين كانوا ماشي هما اللي نوضوها، كانوا في مساكن في الخارج ومضطهدين ما عندهم والو. من بعد كي تقلبت الحاله جاو دركا حبوا يديروا البعبع الاسلامي، الغنوا شي فاقلهم، قال لهم احنا ما ندوش الحكم وحدنا، ولو هما ربحوا في البرلمان خدا العبره تاع الجزائر، قال لهم احنا المشاركه، ودار كذا كذا، ومازالوا من الان اعقابهم. لماذا؟ لانهم ما عندهمش برنامج تاع دوله، ما عندهمش، هما عندهم برنامج تاع عصابات، معناتها هما يخلق لك بعبع ومن بعد باش هو يدير الانقلاب ومن بعد يصير يتحكم فيك. التوانسه فاقوا غنوا شي فاق لهم، حتى انه الحركه السياسيه اعزلها عن الدعويه، قال لهم احنا حركه سياسيه ماناش دعويه، خاطينا من الاسلام الدعوي، حنايا سياسه، احنا حزب سياسي. ففصل بين الدعوه والسياسه، معناتها احنا ما تقولوناش بلي احنايا اسلاميين ولا ماشي اسلاميين، ما تلصقوناش التيكي، احنا سياسيين، النهضه حركه سياسيه. وبهما كل ما يديروا حاجه يلصقوا في النهضه، او مازال هما معقبهم، مكتوب باللي عقبهم. لماذا؟ لان الناس اللي راهم حاكمين في تونس والناس اللي محاكمين في الجزائر ما عندهمش مشروع، لو كان جات هما عندهم مشروع دوله يخدموا يسقموا البلاد الناس تمشي معاهم. انت كي تكون حاكم بلاد، دوك انا مثلا انت عندك ان بروجي وانت مدير تاع البروجي، ديريكتور دو بروجي، كي تخدم خدمتك كما ينبغي الخدامين ما يدوروش عليك، يقول لك بارك الله فيك، تخدم معاهم توري لهم تمشي معاهم توقف معاهم، انت ديريكتور دو بروجي تتمشي الحاله وتكون الناس ملاح والدنيا يخدموا معاك. بصح اذا كنت انت يا ديريكتور دو بروجي دير المنكر في الخدامين هما بداتهم يولوا ثاني ضدك، الشعب نفس الشيء. هذا هو، هما راهم يخلقوا في بعبع باش يديروا الانقلاب، باش يديروا حاله الطوارئ، باش ما يقدروش الناس يخرجوا برا وتولي ما تنجمش تتكلم وتقول رايك، مع انه الدستور في البنود تاع الدستور فيه حق التظاهر السلمي وفيه حق المعارضه وفيه حق ابداء الراي، كل هذه القوانين اللي في الدستور ما يطبقوهاش. شوف الانسان، تفضل. شوف هو لازمنا نعرفوا باللي هذا الناس اللي راهم في السلطه وفي الدوله بشكل عام
ما همش على نفس الرأي وما همش على نفس المسافة، متصارعين في بعضهم. دوك مرات هما قال مثلا، وتحدثنا في هذا الموضوع نتاع الدول العميقة، نعم دوك كاين مرات اللي هما قرارات يكونوا رافضينها ما يخليوهاش تتجسد. قال لك تشوف مرات نتايا كيفاش نعم من جهة تطلق ناس هو نعم يتخذ قرارات، قال يطلق ناس كانوا في السجن، والغدوة نعم الناس واحد اخرين يهزهم. واش تفهمت؟ ايه تفهم باللي كان هناك كاين صراع بين جناح وجناح. نعم ايه نعم كاين لا كاين ولكن كاين نهار نوافقك الأخ ان نور الدين. قرار يتخذ قرارات والاخر يديروا قرارات معاكسة، حتى باش فيما بعد هما نعم نعم يضغطوا هما. كاينين الناس اللي راهم درك هما يحوسوا ويثوروا الشارع ويدفعوه للعنف، على جال باش هما يسمحوا لهذا الجناح، لأنه هما بالانتخابات بالطريقة السلمية ما راهمش راح يديوا السلطة لو كان يقعدوا مليون عام، لأنه هذا الناس غرباء على الشعب، ما عندهمش كما قلت انت مشروع، ما عندهمش قاعدة شعبية. هما كيفاش يوصلوا بالدسائس، يوصلوا بالمؤامرات، نعم يوصلوا بالاعتداء على حق الآخرين، يوصلوا بالابتزاز، يوصلوا بالتشويه، يوصلوا بالعنف، ويديروا أشياء ويلصقوها في المواطنين. هذه هي هذه هي الآن مثلا تشوف انت هذا التصعيد اللي راهو تندار لو تندار، وفي بعض الأحيان توجيه النظر لأمور أخرى، فهمتني؟ توجيه الأنظار لأمور أخرى، هذا يدل بلي أنه ماشي فقط هناك صراع فقط، لأن في بعض الأحيان يكون هناك، نعطيك أنا مثال، نعطو مثال، في بعض الأحيان يكونوا جناحين في السلطة عندهم صراع لخدمة الوطن، فاهمني؟ دوك مثلا يكون جناح حب يدير هكا والآخر حب يدير هكذا، وهما يتصارعوا باش هما، لأن هذا الصراع اللي في الجناح السلطة في الجناحين هادو ما حبوا يخدموا باش يديروا حل وحبوا يطوروا البلاد. هذاك ما تسميش ايه انت الصراع، هذاك لا هذاك لا تسميه لا احنا نقولوا الصراع السياسي، صراع يعني لا 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 ما تسميش كيفاش صراع، نقولوا، هذاك ربما تقول مش انت تنافس. تنافس. ياس هذا هو الكلام، يعني مثلا تنافس، هناك تنافس، مثلا يجي جناح يقول انا احب ندير كذا وكذا، الاخر يقول لا هذا كذا، في وهذا كاع كله يمشي داخل تحت مظله، تحت مظله التغيير والاصلاح. وش لكن عليه احنا هذاك؟ ولكن معليش احنا رانا نشوفوا باللي هما راهم يديروا ماشي باش يخدموا، باش يزيدوا يدمروا. ايوه هو قال هذاك النهار في الخطاب تاعو، راه هو قالها، راح له اسمه، ولو انه راه قد يكون حتى السؤال راه من عنده، لانه هذو الصحفيين هذو ما عندهمش الشخصيه نتاعهم على جنب باش هو يطرح والله يحرج، مستحيل. هما قادر يكون حتى راهو السؤال مطروح بشكل او باخر هكذا، هو نعم بروحه يقول لك باللي كاين واسمه، كاين الناس اللي راهم يخدموا ضد هذا الخط. وحتى سفيان جليلي هذاك هو هدرها بطريقه واحده اخرى، هضره ديريكت. قال باللي راهم كاينين الناس هما اللي ما يخدمهمش هذا الحوار. لا قال واش قلت يا اخ نور الدين؟ انا سمعته ايه قال، انت واش قلت؟ كل مره تقولها تقول باللي قال، باللي واش قال؟ قال الناس ما مش حابين يروحوا للصندوق لان ما عارفين باللي ما راحش يدوا من الصندوق. تما هو اليوم على وهو بالك تما قال. على كل حال انا في الجلالي سفيان سمعته من الاول الى الاخير، نهار كي كان على المباشر انا سمعته من الاول. فيه شوف، فيه الجزء الاول عسل، يعني الجزء الاول كي كان يهضر في الاول هكذا واحد ثلاثه او اربعه او خمس اسئله، اربع اسئله عسل حق، تكلم مليح، عجبني انا عجبني حق.
بصح بعد كي دخل في قضية الصراعات تما ديالك يعني دخل هو يعني كيما حنا نقولوا تكلم مليح في الاخر، في الاخر هذاك الكلام المليح كيما نقولوا العسل ولصق له السم. لو كان بقى في الاتجاه لهذاك تاع العسل كان يزيد ياخذ يزيد يجلب الناس ليه اكثر. كي يصبح هو يخدم خدمه تاع السلطه يضرب في الناس المعارضين اللي هما في الخارج ولا في الداخل، ولا يعطى بالامثله بالناس اللي الداخل اللي هما معارضين وما مش حابين يروحوا في الاتجاه السلطه بالطريقه تاع اللي راه دارتها السلطه، حبوا طريقه اخرى. راح هو شغل كيما حنا نقولوا تكلم عليهم بطريقه غير جيده، ما قالش باللي رايهم ولا قال ناس يتحاول دير بالبالا لانه اي حوار ما تقبلوش، ما هي قضيه اي حوار، الناس هذوك اللي ما قبلوش حوار ما قبلوش يكون بالطريقات اللي تسطروا السلطه، حابين حوار حقيقي كما تقول انت حقيقي، هو انه تجمع الناس المعارضين كلهم وتكون تجلس ودير دير كما قلت انت يا ندوه ولا دير لقاء وما تدير فيها مؤتمر يتناقش فيه كل شيء ويخرجوا بقرارات ويخرجوا بتوصيات ويخرجوا ب كما حنا نقولوا بضمانات ويمشوا في الطريق حبه حبه، الناس الشعب تاعي يمشي معاهم. انا نقول لك 100% لو كان يديروا هذه الطريقه اللي اقترحتها وكنا هضر يعني كنت يعني تكلمنا عليها 100,000 مره لو كان مثلا تبون الان في هذه اللحظه الان ما فيش برلمان ينادي كاع الاخرين ويدير لهم الندوه ويديروا مؤتمر ويتحاوروا فيه، لو كان ياخذ اسبوع ما يهمش، لان في 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 خضم هذا الصراع الناس كي تشوف هذاك الحوار ويكون عن طريق الاعلام مش حابين، لا مش حابين، لا مش حابين هما مش حابين الحل. نعم امور واضحه قال لنا دوك راهم قال مثلا انت يا راهو كاين امر واقع، كاين امر واقع نعم. هو انك انت تتعامل معاه ولكن نعم. كاين كاين اشياء اللي ما تقدرش تقبلها مش تقبلها انت يا اخويا، تراك محسوب على النظام حبيت ولا كرهت محسوب على النظام، راك كنت مع هذه العصابه كنت صح. مع الجناح انت بوتفليقة صح، تقول لي باللي ما كنتش انت اللي ديسيدور صح، تقول لي دوكا هذا قال مثلا شنقريحه ما هو ما كانش هو الديسيدور صح، نعم بصح كنت مشارك مشارك في القرار بطريقه او باخرى، ما عليهش يا سيدي خلي قال راه دوكا هو راه بوتفليقة وخلي الناس راه بوتفليقة 20 سنه والناس راه تتبع فيه فهمت، بكري كانوا يقولوا تبع الكذاب الباب دار، ولك ولاو الناس يقولوا تبع السلطه، تبع السلطه الباب دارها الكذب من الكذب بزاف. نعم قادرين درك هما لو كان جات راه عندهم نيه، هي راه طبحت طبحت في البدايه، كان جات عندهم نيه على جال باش هما يديروا تغيير، كان نعم لو كان ما داروش هذاك على راس اللجنه نتاع الحوار هذاك كريم يونس، ولو كان ما داروش هذاك شرفي صح، واسيدي خلينا نسلم، انا راني قلتها قداه من مره، خلينا نسلم اسيدي باللي هاد الجماعه اللي راهم كانوا في القياده نتاع الاركان وعلى راسهم القايد صالح واللونتوراج اللي معاهم، قال لك حنا بطريقه او باخرى حبوهما يبقوا متمسكين في السلطه او حبوهما يوصلوا واحد على جال باش هما ما يعطيوش فرصه للعصابه، لكن الوقائع راه جات كذبت هذاك الادعاء هذاك صح، جات بدليل هو انه راهو توفيق راهو خارج، بدليل هو انه نزار راهو خارج، بدليل عوده بعض الوزراء اللي راهو عاود رجعهم للسلطه الى غير ذلك، وفرض ان سيدي خلي نزيدوا حتى نسلموا بهذه القضيه اللي نتاعهم يا سيدي معليش، قال لك انت راك لحقت للسلطه ماكش حاب انت تفتح جبهات اخرى على روحك، قال انت يا مثلا عفيت على هذا نزار ولا وعفيت على هذا التوفيق نظرا لكذا، كيفاش انت ناس متهمين بمؤامره وناس متهمين
بل مشاركين في أزمة سالت فيها دماء ولا نص كلمة عليهم، ومواطن عادي ارتكب حماقة، قال سب والله في حالة غضب والله، قال ما على باليش انا دار حاجة. كيف هذا واحد يكسر حيط تدير له حكم بعامين، وواحد يطرطق بلاد تعقبها وتروح؟ المواطن دوك لما يشوف انت هذا نتاع الكيل بمكيالين، يولي لك الكلام نتاعك كامل يرميه يرميه. توب الناس ربي، ربي اللي خلقها راه تكفر بيه، ربي ربي اللي خلقها راه تكفر بيه. ربي هو عطاها السمع والبصر والصحة والعقل وكل شيء، وراه الناس تكفر وراه كذا. نعم هي تتحوس حاطين ارواحهم اكثر من الارباب، حاطين ارواحهم اكثر من الارباب. يا خويا راها سيدي، خليني قلت لك انا نسلم بهذا الامر. دوك انت راها كاينه تاركه، فهمت؟ هذا راهو دوك بوتفليقه والجماعه اللي كانوا معاه 20 سنه، كاينه تاركه، كاينه نعم تاركه انت فتنه فيها اكثر من 200 الف قتيل، وكاينه تاركه انت احتلال. هانا دوك مازال لي هضر لي على ابو منجل. علاه تهضر على ابو منجل؟ كيف انت تهضر على ابو منجل وتهضر على العربي بن مهدي وتمنع الناس باش تهضر على حشاني وتهضر على معطبل والناس وتهضر على كذا؟ يا خويا الناس من حقها على جل باش هي تبحث عن المختطفين. كيف كيف راح تعالج الملف انت هذا؟ في اكثر دوك قال مثلا راهم 15000 ولا 20000 مختطف، تنساها الناس؟ روح برك قال عافى الله عما سلف وروح. كيفاه؟ تاي الناس من الثورة مازالت تبحث عليهم، الناس راها تبحث على شي شناق، فهمت؟ تبحث على أمور تاع ما قبل التاريخ، وانتايا جاي لي ناس هكذا قدامنا نشوفوا في أشياء هكذا تزور قدامنا. جايب لي انت واحد في عمره 90 سنة، حاطين لي انت في مجلس الأمة، وتقول لي انت انا ما تدخلتش. سيد قاعد قدامه على المباشر والناس تشوف فيه هكذا، وهو يقول له اقرأ اقرأ عدد المصوتين اقرأ كذا، تقول لي ما على باليش. يا صاحبي راه طبلعيت عيناني، كنت جد لك راه عندهم نية. لو كان درك هما داروا رجل تاع حوار اللي ماهوش محسوب على السلطة، واحد من الناس. يا خويا انت تراك راح تتنازل، راح تتنازل على ملك نتاع باباك والله. هو هذاك لو كان راك راح هما هذاك تتنازل، يحسوا ايه لو كان انت راك راح تتنازل على ملك نتاع باباك، قال هذه راه سلطة نتاع شعب، هذه راه مؤسسة نتاع شعب ماهيش نتاعك. انت الشعب درك هو انت كي درك مثلا دير انت واحد من ابناء الشعب، واحد اللي هو مقبول شعبيا، ويكون هو عنده نظرة انت تغيير، ومن بعد الناس من خلال النقاش ومن خلال الحوار هو انه توصل الناس الخطوط عريضة. قال مثلا درك انت تستقبل انت ما على باليش انا ذو المجتمع المدني، ناس معارضين، ناس سياسيين، ناس شخصيات وطنية، ناس من مختلف التوجهات، قال مثقفين، قال كتاب، قال نتوع التمثيل، قال كذا، من كل الطوائف، فهمت؟ ومن كل الشرائح، خلينا نقولوا بالك كلمة الطوائف بالك مش مليح، من كل الشرائح نتاع المجتمع ومن كل الفئات، وتوصل الناس هو أنها تدير خطوط عريضة. قال سي محمد تستقبل أنت شخصية من الشخصيات الوطنية، قال راني أنا اتصلت بك، البلاد راك تشوف فيها في مأزق، والأمور ها هي كيف راه عندنا، راها كاينة صعوبات اقتصادية ولا كاينة كذا، واش هو الرأي نتاعك؟ واش هي المطالب نتاعك؟ واش هي الاقتراحات نتاعك؟ وراه كاينة ناس قال ها هو، قال أنا نشوف بلي لابد من حل المجلس الشعبي الوطني، الآخر يقول لك أنا لابد من مؤتمر، الآخر يقول لك أنا لابد من تشكيل حكومة نتاع وحدة وطنية. تهز أنت الاقتراحات نتاع الناس وتأخذ بها، وفيما بعد أنت تحاول أنك تدير خطوط عريضة وتمشي الناس. قال مثلا احنا اقترحنا على جل باش يكون هناك مؤتمر قبل ما يفكر هذا التبون في الرئاسة، كنا نتحدثوا عن الجزائر الجديدة قبل ما يوصل للرئاسة وقبل ما يفكر في الرئاسة، كنا نتحدثوا على الذي تاع الجمهورية الجديدة وأشياء كثيرة راك شاهد عليها.
كنا نتحدث عليها من سنوات عن اسمه. وين راه العيب؟ هو انه الناس تلتقي في مؤتمر وتجيو الناس هذو اللي راهم مشاركين في في الحركه، ولو كان الناس تتامن فعلا باللي راه كاينه فيه مبادره سياسيه فعلا من اجل اخراج الجزائر من الازمه نتاعها، لو كان الناس تشارك. معلوم تشارك، شوف غير مثلا في الحوار هم كاينين الناس دخلوا وخرجوا، لماذا؟ لانه شافوا باللي الدعوه مبيوعه، الماتش مبيوع. انت كيفاش تجيب لي انت ناس هم شراوهم؟ كان واحد كان مع نكاز كان يضل النهار كامل هو معاه ها وكذا وكذا، من بعد يلا عطاو له حوته، طلق نكاز وبسلمه بالعافيه، عشا معهم تاع الانتخابات هذيك. وناس اخرين، واحد اخر كان مع بن بعيبش هذاك ترشح في الانتخابات ما عطاو له والو، يلا عيطوا له وحطوه ثم بلوكوه يلا راح، والى غير ذلك. ناس يحوسوا على المناصب ويحوسوا على ينتهزوا في الفرص ما لقاوش فرصة. لكن انت تجيب لي ناس اللي عندهم سمعة شعبية، عندهم قبول شعبي، صح تختلف معاه ما هوش مشكلة، لكن عنده حضور شعبي، عنده ناس اللي راهم يسمعوا له. نعم تتفق معاه ما تتفقش في كلش، تتفق معاه في المعقول. قال نعم قال مثلا درك علي بالحاج راهم عنده أنصار، عنده أنصار على مستوى الوطني، تحاوروا تسمع منه. قال له كريم طابو عنده أنصار على مستوى الوطني، تحاوروا تسمع له. نعم قال لك مثلا النزار عنده أنصار على المستوى الوطني، تحاوروا تسمع له، تسمع للناس كل الناس نعم. اللي عندهم راهم. قال لك مثلا هما عندهم أنصار ولا عندهم ناس راهم هما يدعموا هذاك الخيار تاعهم، تسمع له وتهز من عنده المعقول اللي هو تلتقي به الناس. قال لك مثلا انت يقدر مثلا درك راهو نزار وعلي بالحاج ما يتفاهموش مع بعضهم، ولكن كاينه اشياء مشتركه اللي يشتركوا فيها. قال مثلا احترام واسمه تبادل الاحترام مثلا، يقولها لك نزار ويقولها لك علي بالحاج، وتقولها لك الويزه حنون، ويقولها لك زيطوط، ويقولها لك ما على باليش انا شكون. فهمت؟ انت تهز هذيك العباره هذيك وتحطها، قال تبادل الاحترام، قال مثلا الابتعاد عن مثلا المتاجره بالامور هذه نتاع الهويه الوطنيه مثلا، تهزها انت وتحطها حاجه اللي انت تتفق عليها الناس. شي تروح تجيب لي الحوايج اللي هي تثير الصراعات بين الناس وتحاول هو انك انت مستحيل باش تتفق عليها الناس، تجيب الاشياء اللي هي تجمع الناس، ومن بعد الخصوصيات هذيك انت مش وقت باش تناقشها. خلي انت دوك مثلا تتلاقى الناس، قال مثلا في مؤتمر ويحدث نقاش، تشكل لجان على المستوى الوطني ويحدد العدد، قال مثلا تاع المندوبين هذو، وراه المشكله سيدي. تجيب الناس، قال جيب 10,000 10,000 ويكون فيه مؤتمر، وقال يا سيدي انت ما تصرفش، فهمت؟ قال اللي يجي يساهم هو، والله يدبر راسه في الماكله، والله قال مثلا يشوفوا ناس هكذا بحاجه، قال سامبل مشاركه والله مساهمه والله، وقال مثلا تشارك الناس، تشارك هكذا ولو بشي هكذا من اجل ما يهمش يا اخ نور الدين في قضيه قاسمه، قضيه الدراهم ما يهمش، عن الدوله الدوله بحد ذاتها عندها دراهم تاع الشعب، راهو ما يشدوا بالشكاير الدراهم تاع الشعب. اي ما تكسرش راسك باش يديروا لهم الماكله فتاع ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا يطرفوهم، ماشي مشكله. واش هذا هو الموضوع؟ اي نقول لك برك، يعني احنا لما نروحوا لب الامر، لب الامر هو الحوار هو الحل. فهمت؟ الحوار هو الحل، التصادم هذا ما يخدم حتى واحد. هما الان الناس هذوما لهم يخلقوا في البلابل وهم يديروا في الامور اللي تندار في التسعينات، هما يظنوا باللي الان 2021 كيما التسعينات، يا يعني الامور تغيرت كثير. راهم تشوف باللي الامور ماشي كيما في التسعينات. التسعينات ما كانش الفيسبوك، ما كانش اليوتيوب، ما كانش الانترنت هذايا، ما كانش تليفون النقال، ما كان والو. الان تغيرت العالم، ولا كان قريه ولا بيت. زمان كان يقول لك العالم ولا قريه واحد الوقت، درك العالم ولا فيلا.
يعني هذا لازم في هذا، يعني ما بتقدر الآن لازم. لا أنا في اعتقادي الناس اللي يحبوا البلاد والناس شرفاء واللي يحبوا البلاد ويغيروا على البلاد وحابين يحافظوا على البلاد هذه باش الناس تعيش كاع فيها، لازمهم يتحركوا، ما يبقاوش غير يشوفوا، خصهم يتحركوا ويزيروا على هاد الناس اللي راهم يديروا في البلابل. ما بقاش دركا انا ما في اعتقادي ما بقاش ناتر، يا اما تكون مع هادو ولا تكون مع هادو، تكون مع الوطن او ضد الوطن. انا في اعتقادي هذا هو. الناس اللي راهم قاعدين يشوفوا برك كما احنا نقولوا حياديين، انا نتكلم عن الناس اللي داخل السلطه واللي داخل الدوله اللي عندهم مسؤوليات وعندهم مسؤوليات، وهذه المسؤوليات راهم اليوم يتحاسبوا عليها اذا ما تحركوش باش يوقفوا هاد الناس راهم يحبوا يخربوا البلاد من اي اتجاه جا. الانسان اللي يحب يخرب البلاد لازم يتوقف، هذا هو. لابد من الاجماع على ايجاد الحلول السلميه عن طريق الحوار، ما كاش حاجه اخرى. هاد الناس اللي يديروا في البلابل لابد يتوقفوا، لازم يوقفوهم. كفانا من هذا اللعب، هذا باللعب باللعب اللعب اللعب تاع الدر، اللعب تاع الدر صغار مساكن ما يعرفوش، تعطي لهم يجوا يلعبوه يكسروه، ماشي هكذاك. الجزائر لا محتاجه لرجال درك، سي الوقت باش الرجال يخرجوا اللي دافعوا على الوطن، يجمعوا الناس، يجي يوحدوا الصفوف ويخدموا العقل تاعهم ويخدموا من اجل الوطن، ما يخدموش من اجلهم هما، يخدموا على انفسهم. هما للأسف ماهيش أمور، فهمت؟ ده هو. هي دركا هو الواضح، واضح من أنه ماشي للانتخابات، فهمت؟ نعم. درك واسمو هذو الجماعة نتاع السلطة ممثلة في تبون والكومباني نتاعو، نعم. هو ممكن، ما على باليش انا، ما هضرت معاه، ما هو هكذا من خلال الشيء اللي رانا نشوفه فيه، هو نعم. انه يحوس يخلي الشعب هو اللي قرر من خلال الانتخابات. بدون الانتخابات ما راهوش رايح يوسمو، ولكن شكون اللي يضمن من انه الشعب راهو رايح هو الانتخابات؟ شكون اللي يضمن؟ وشكون هو اللي يضمن من أن الانتخابات راها رايحة تكون نزيهة؟ هنا دوك مثلا أنا شخصيا، وكاين الناس اللي راهم دوك ما عندهم هذا التفكير، أنا ماذا بيا على جال باش الناس تلتقي، مش في التفاصيل، مش في التفاصيل، كاينة أشياء اللي نقدروا ما نتناقشوش عليها دوك، إذا كان هذيك الأشياء راها قال مثلا من المقدسات، والله قال من الثوابت، والله يا خويا الناس تناقش في امور عامه، تناقش في امور عامه، ونهار اللي يكون قال مثلا برلمان منتخب، ويكون رئيس منتخب، وتكون حكومه منتخبه نابعه من اراده شعبيه حقيقيه، وش عليه فيما بعد؟ هما عندهم الحق على جال باش هما يناقشوا امور واحده اخرى. لكن باش انت تجيني انت هكذا تفرض امر واقع، ومن بعد تلقى لو كنت كاينين الاحزاب هذوك، احزاب اللي هما يحوسوا، كاين اللي يحوسوا على الكوطات، كاين اللي مثلا نعم يحوسوا على الأخ، الكوطات، نعم الأخ يحوسوا على الدين اللي الكوطات، معروف. وهذو فيما بعد كاينين الناس اللي يروحوا للبرلمان ما يديوش عاركم، كان ربما هو يوصل بناس، لكن هو كقاعدة شعبية ما عندوش. وأنا شخصيا نعرف ناس، في قال مثلا في واحد في وقت من الأوقات، كاين عندنا هنا في البلدية نتاعنا كاين رئيس حزب ما عندوش حتى مناضل ثم في الغدير، ولكن ترشح واحد باسم الحزب نتاعو، وبحكم هو أنه الشخص هذا كانت عنده هكذا، نقول علاقات الشعب عنده هكذا عن طريق العروشية ولا كذا، وعقبوا الشخص هذاك، دار حفلة هو في حياته كامل ما عندوش رئيس بلدية. ودوك كيف قال لك غارق دوك مثلا، قال مؤخرا هذا رئيس البلدية، أنا نعرفه معرفة شخصية، نعم راح ترشح على رأس قائمة نتاع بن حمو هذاك، وراه هو الرئيس، راه هو رئيس البلدية في الغدير، وهذا بن حمو ما عنده حتى قاعدة شعبية في الغدير.
ولكن هو استعمل الحزب هذاك ويعرفوه ناس وكذا ووصل. وقس على ذلك، قس على ذلك درك هما الشعب، الشعب في العموم نتاعو هو مش حوس على هذه الطريقة نتاع الانتخابات، يحوس الشعب، يحوس تتحل الأزمة، شعب يحوس على دولة الحق والقانون، ودولة هذا الحق هو. والقانون لازم يكون عندها أسس صحيحة. انت راك تحكي على جمهورية جديدة يا خويا، دير مؤسسة قال مثلا يكون فيها مكتب تاع دراسات، ويكونوا فيها مجموعة من الخبراء اللي نعم. هم قال مثلا مختصين في الإحصائيات، مختصين في العلم نتاع الاستشراف، يكونوا فيها مجموعة نتاع ضباط، ضباط من الشباب المتنورين، الشباب اللي عندهم شهادات جامعية، ويكونوا فيها باحثين، يكونوا فيها مؤرخين، يكونوا فيها يعني مجموعة من الإعلاميين اللي عندهم شهادات عليا، يكونوا فيها ناس من التقنيين، فهمت؟ وتناقش الناس حول خطوط عارضة من أجل وضع أسس حقيقية لبناء جمهورية جديدة، فهمت؟ عن نعم. طريق مؤسسة يكون فيها مجموعة من الشخصيات الوطنية، ويكون فيها ملتقيات، فهمت؟ يكون فيها ملتقيات، وتوضع الأسس الأخرى هذيك نتاع البرلمان ونتاع الحكومة ونتاع كذا، لكن الأسس نتاع الجمهورية الجديدة تعطيها مؤسسة تكون هكذا كما نقولوا، تقوم بعمل أكاديمي، تقوم بعمل علمي، تقوم بكذا. ماشي تجي واحد اللي انت يعني عنده هوى سياسي، يدخل لك هو البرلمان، تأثر فيه المادة وتأثر فيه الوسم، ومن بعد يبيع لك البلاد بحبة بصلة. نعم. مؤسسة، وفيما بعد توضع هي خطوط وتوضع هي استراتيجية، وتجي أمور ماشية، سيكون عندهم هما تأثير واحد آخر. وقال مثلا اتصالات بالحكومة، اتصالات بالبرلمان، ودير لها التشريعات، تدير لها كذا، وتروح انتيا، يجي رئيس واحد آخر، ويروح رئيس الحكومة، يجي واحد آخر، تبقى المؤسسة راها تمشي وراها تخدم. محوسة جمهورية جديدة، يجي واحد نو نو يبدلها، يقول لك انا مش نحوس انا الجمهورية الجديدة، نحوس الجمهورية السعيدة. الاخر يجي واحد اخر يقول لك نو، انا نحوس الجمهورية اللذيذة. وهذه هي، كل واحد يجيب غنى معاه. إذا هو يا الأخ نور الدين، الناس اللي ما درسوش السياسة وما تعمقوش وما راهمش في الحكم وما همش في أحزاب، يعرفوا الحلول هو الحوار، والحوار ماشي بالطريقة اللي تحب أنت، الحوار يكون باين شفاف، يكون الناس مقتنعة به ويتشاركوا فيه الجميع. لما يتشاركوا فيه انا نظن 100% الشعب الجزائري راح يتبع هذا الحوار، وين انا رايحين، وين انا واصلين، وين انا لاحقين، فاش كيفاش كيفاش خارطة الطريق، كيفاش راح تروح. بصح لا، احنا رانا نشوفوا ما رايش رايحه بهذيك الطريقه، ولهذا الشعب زاد عاود خرج للشارع. هذه هي هو راه يحكي. عيسى، تعرف عيسى؟ كاش واحد يحب يدخل يدخل لي. لا انت يا اخي، واحد يقدر يدخل ينجم يدخل، والله ايش قال تقدر لك تدخل زوج ثلاثة كما تحب. تدخل؟ لا حتى 40. اي خلاص، مالك في هذه الحالة، خليه كيف، كش واحد يحب، الأخ عيسى يحب يدخل معانا، بالك يحب يجي، فهمت؟ اي واحد يقدر يدخل، ماشي بالضرورة هو انك تخرج انت، ينجموا يدخلوا، غير خلاص. يطلب برك من خلال الرابط هذاك، باسكو هذه كونفيرونس ماشي كيما الاخرى. تاع التليفون هذيك تدخل بالواحد، مي هذه تنجم تدخل يدخلوا مجموعة. عيسى راهو يحكي على الشوان تاع عين منيلة، قال لك الشوان تاع عين منيلة. اش من الشوان تاع عين منيلة يا راجل، انت ما تعرفش انت الشوان تاع ياشير، هذا ما يعرفوش.
عيسى. تعالى يا ودي يا ودي، هذا الناس هذو تبع اللي راهم في السلطة لحقوا لواحد المستوى. المهم عيسى كنت حاب تدخل ولا هذيك مرحبا، هما على بالك لحقوا لواحد المستوى خلاص فرخوا فرخوا دوك، على بالك باللي راهم لي كونسيلا. انا نهضروا عيسى صاحبي، انت يا انا نهضروا راك سمع فيا شريف. لا راني نسمع فيك طربيا. ايه، هو عيسى قال لك اهدر بارل يا اخويا، يهدر معانا غير بالفرنسي. يا وي يا وي تقدم يا سيدي راه ساعة ساعة يهدر معانا بالفرنسي. او غير رد بالك دوك يسقيو كيديروا كوازي تهضر غير بالفرنسي. ايه حاسبنا رانا في فرنسا. اسكت برك ورا في كيباك. يلا العظيم يا اخويا، حاسبنا رانا في فرنسا هنا. انا في راهو في كيباك اش بيك راهو نهدر اش بيك بالفرنطيطة. ودي بس مسخن ده عواس ايه، وين كنا؟ أرى كنا في باب جديد. مش من جهة كنا؟ إيه كنا كما كنا يا الأخ نور الدين. إيه يا الله يا كريم. هو ماشي سهل. وي، المهم درا الدعوة، الأمور كيفاش راها رايحة تكون اليوم الجمعة؟ رانا دخلنا قوي ديجا في دخلنا في الجمعة. مش ما راح يصرى كاش كاش عيسى ديقة راح تصرى. راهو مازالو في الخميس. ايه قال لك عيسى وش بيه راهو يخدم. او خدام هو مازالت له واقيلا واحد الساعة باش يخلص. يا ربي يكون معك يا عم عيسى. جبنا معك شوي ثلج برك، تعود جاي دير لنا كربوعة نتاع ثلج وروح. حنا الثلج رانا ولينا نشوفه فيه في المنام تاعك. ولا عيسى ايه وش نقول لك يا اخ نور الدين؟ او يكتب يا سيدي او يكتب يا سيدي عيسى راه يكتب. هوسه بالك لو راه مروح. ما بعرفش زعما ما كتبش مليح، بالك لو راه يسمع. سمع راه يخدم ويسمع. هو هاك تحط ممكن صدر، هاك تحط يدك في الماشينة لابلوي. قال لك لابلوي عين ياقوت. يا خويا راك تتبع حتى في المطر في عين ياقوت يا صاحبي، في كيباك وقاعد تتبع في جماعة نتاع عين ياقوت. ماشي عين ياقوت على بالك، راهو قايد صالح من ثم. وعلاه له اسمه عيسى، وساعة ساعة يجيبوا النيفة القايد صالح. راك تسمع شريف؟ اني نسمع. او عيسى ساعة ساعة يجيبوا النيفة القايد صالح. جارهم في البلاد. او جارو اباك عواس سعد او من كي كان تما كان من داك يجوز يسلم عليه بلغ له السلام يقول له واش راك يا عمي صالح. عمي صالح. اش بك يا ترى اللي بيزحلوا زقاولها ولا ما زقاولهاش الرئاسيات؟ ممكن عيطوا لها مادام راهم عيطوا دوك نتاع الار ان دي، ها دوك يزيدوا يعيطوا الاخرين. هكذا ايه ممكن يعيطوا الاخرين، علاش لا؟ وعلى الويزا حنون، والله رانا جو بريفير هو انه تستشير الويزا حنون وما تستشيرش بعض الوجوه المحروقه هذيك. والله العظيم كان على الاقل عند تختلف معها ما نتفقش مع الخط نتاعها. بصح لا يمكن ان تنكر ان الوزاح النون مناضلة. بيان سور
وي مناضلة مقتنعة تمانينات بأفكارها، عندها مبادئ نتاعها، عندها أنصارها، فهمت؟ لا أتفق معها، ولكن الآخر الموضوعية تقتضي هو أنك أنت تعترف بالوسم، تروح أنت صح تسمع أنت كاينين الناس اللي راهم ركما في أحزاب، والله ما نشبعوا هدرة، فهمت؟ ما صح عنده والو، ما عنده لا أفكار، ما عنده ما طريقة بتجيبش كيفاش يتكلم، هي عندها معلومات تحكي لك، ولو أنها ما عندهاش اختصاص هكذا، لكن تبع عندها قال رؤية. قريت أنا واحد الوقت هكذا البرنامج نتاع الحزب نتاعها، عندها رؤية، وكاين نقاط كثيرة نقدروا نلتقيوا فيها، فهمت؟ كاينة منها دوك أنه قضية نتاع علاقات، انها عندها علاقات مع جهات، وانت يا وعلاش انت ما عندكش، انت يا الناس كره عندها العلاقات، فهمت؟ كاش غير دايرين التمبر الوسمو لويزا حنون، من انها راها تخدم مع المخابرات، وعلى نحنا ما كانش يخدم معاهم، لا 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 كل بدون استثناء كلهم كانت كلهم عندهم اتصالات، اللي كان عنده اتصالات مباشرة عنده، واللي واسمه علاش جاب الله ما كانش عنده علاقات مع المخابرات، قاع يخدموا قاع كل واحد هو الدرجة ديالو وكان يتلاقى معه واسمه ذاك حسن العريبي خاوي يهضر بها نورمال، كانت عندهم اتصالات، كانوا ومن بعد يجيو يقول لك هذاك ومنا وطاطاطي. وعلى ذلك اللي كنت تسمع دوك مثلا اكزامبل، قال دوك مثلا سفيان، شغل دوك مثلا انت كتقول انت سفيان جلالي باللي انت راك كنت في المجلس الانتقالي، هو يغيظوا الحال يقول لك وعلا صافي شفتني غير انا برك، انا كنت في المجلس الانتقالي، على مش انت بنقرينا، مش انت هذاك مناصره، ما شفتش انت الاخر ذاك بو عشه، ما شفتش هذاك الاخر، تمشني غير انا برك انا كنت في المجلس الانتقالي. قالها له ايه هذه هي قالها جلالي صفيان قالها قال لهم تما هي السيد هذا قال لهم السيد هذا كيذكر هذه ياو اه هي مخدومة مخدومة هي طفرت في الناس، شوف نقول لك طفرت في الناس اللي ماتوا، والناس اللي راهم مهجرين، والباقية كاينين كاين والناس في وكاين الحباس ايه البقية والبقية واسمه كاين، غلبهم كلاو. انا لا لا الأخ نور الدين ماشي ماشي ساعات نهضر الأخ نور مع الدين جماعة في البلاد، نعم ساعة ساعة نحكي مع جماعة في البلاد هكذا، نقصر معاهم. واحد المرة قاعد نحكي أنا وواحد الأخ هكذا، قال لي اسمح لي راح نقول لك واحد الكلمة، بصح بالك راني راح نشوكيك. قلت له علاه أخويا تشوكيني هذا؟ قال لي المهم تحب نقول لك واحد الحوايج هكذا، قال لي بالك العود راك ما على بالكش. قلت له هيا واه روح احكي ترى. قال لي تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان؟ قلت له بيان سور نعرفهم. قال لي على بالك لو كان تشوفهم قال لي تولي تندب، قال لي تندب، قال لي تندب، قال لي وبالك العود بالك تولي الجزائر ما تروحش لها. قلت لي قال لي لو كان ما جيتش نعرفك قال لي ما نقولكش الهضره هذه. قال لي انت راك مازالك محافظ على المبادئ نتاعك، ومازالك كذا، مازالك كذا. قال لي هاد الناس راهم، قال لي لو كان جاتهم فرصه كيفاش يبيعوا البلاد يبيعوها، راه ما جاتهمش الفرصه. قال لي تشوفهم كيفاش راهم، قال لي اللي راهو تفرعن تفرعن، قال لي اللي راهو بدل المراه نتاعو بدلها، قال لي المنكر اللي راهم يخدموا فيه قال لي يعلم به ربي. وهذه علاش، على واش تقول؟ تقول الناس، هو انه الناس الا ما رحم ربي، قليل الناس اللي راهم مازالهم ثابتين على المبدأ نتاعهم، ومازالهم اسمه الناس غير تجي هكذا، تجي فرصة برك يبيع كلش، فهمت؟ هذه هي، كاين الناس اللي راها لا لا أخ نور راحت. الدين هو لماذا الحديث على هذا الأمر الآن؟ هذا دليل باللي مش من راه حديث قضية هذو ملي كانوا في المجلس الانتقالي وال 40 مليون ويكذبوا 40 مليون ماشي 40 مليون وكذا لماذا؟ باش يدوروا الانتباه تاع الشعب للأمور
المهم ما يحبوا يدوروهم باللي هذا وذكر وشكون ذكر؟ ذكر جيلان سفيان جيلان سفيان. انت ديجا كبروك هكا بلعت الطعم انت. كيف؟ انت كبروك هكا بلعت الطعم نتاعو. ماهيش الامور مستوى. شوف نقول لك الاخ شريف اسمع. الجزائر راها تمر بوضع اقتصادي مش غير هي. دول غالب الدول في العالم نتيجة نتاع الكورونا فهمت؟ نعم. أغلب الدول نعم فهمت؟ أغلب الدول أنا شخصيا عندي بني كان خدم في واحد اسمه خرجوه على 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 هذا الأساس على تاع الكورونا رامي 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 وسيو قاسيو نعم إيه رامي رامي قاسيو. شوف دركا كاين في البلاد اللي راهم درك الناس مو مش خدامين نعم. والله حتى راهم كانوا خدامين وكيما نقولوا نتيجه نتاع هذا الوضع هذا اللي راه عايشته البلاد كاينين اللي فقدوا المناصب نتاع الشغل نتاعهم نعم. درك اثرت الموضوع على واه هذا قدر هذا الشخص هذا راهو درك هو عينه على جال باش يزيدوا ينتخبوه. دوك الناس هاك تشوف فيهم انا عندها واحد اليومين وثيام قلتها لك ذاك النهار بصح نقولها لك على العام نسمع عندي ذاك النهار واحد بعث لي انفيتاسيون راهو معلق فهمت بعث لي انفيتاسيون في الفيسبوك نائب من نواب ذو البرلمان هذا الوقت كامل انت ما عرفتش جدي ودوكا كي خرجوا حلوا البرلمان جي بعث لي فيها انفيتاسيون نائب في البرلمان مشيت لعب على راك عليه همشي علاه باسكو دركا كاينين الناس اللي راهو دركا عينو يزيد يعاود يولي البرلمان عاود يترشح نعم. ويعاود هو انه يسموه وبالتالي درك دوك يعاودوا نفس السياسه يتباكاو للشعب يولي يعاودوا يرجعوا نفس الوعود معروفه هذه الامور محفوظه خل الانسان نعم. اللي ما يعرفش الدروس هذا دوك هما دائما هي تبدا تلحق هكذا تبدا تقرب وهو يولي ينشر لك في التليفون نتاعو وينشرك في الفيسبوك فهمت كي يوصل للبرلمان ما تعرفه ما يعرفك دوك يوليو على بالك يوليو يروحوا للعراس يوليو يروحوا للجنازات يوليو يحضروا القهاوي التواضع يجي لك يسلم منك عليك يجي يديك يروح يخلص لك غدا يخلص لك عشاء ودي تولي انت الحنانه واش يعيط لك اذا كان ماكش عيط لك يولي يعيط لك في النهار 7 مرات يجي يصلي معك في الجامع يولي يصلي الفجر يولي المهم شوف ما تقدرش تصور هو يقضي الحاجه نتاعو ما تعرفه ما يعرفك فهمت يبدل السكنه نتاعو يبدل العنوان نتاعو يبدل التليفون نتاعو يولي يبدل كلش اسمع قال لك هل تعلم اذا نزعوا منك الجنسيه تصبح قادر على التنقل في كل دول العالم قال لك وتستطيع ان تقدم طالب اللجوء في اي بلد تريد ونسبه قبول ملفك تتعدى 99% ما دول الدار اللهم ارزقنا التجريد من جنسيتنا يا رب العالمين يلا يسموها كاين شباب اللي رام اسمع هما ما هضروا عليها عندها يومين او طحت بالجمعه غدوه كاع الناس في صلاه الجمعه باك بين جلسه الاستراحه في بين الجلسه تاع الخطبه بالخطبتين خي يجلس قال تما الدعاء يلحق ما كانش لي راطي الدعاء اسمع غدوه في الحركه غدوه ممكن تشوف الحوايج هذو تشوف غدوه السيرك غدوه في الحركه عاد مسخه انت يا اخي بديله واش بك اسمع مش مستغربه غدوه يديروا شعارات على رشيد ماشي محال غدوه يبعثوا جماعه وي سير يديروا عفسه سير يخرجوا لهم كاش عفسه جديده اصبر دوك تشوفها فهمت وي ما قدروش يوليو يخرجوها عن طريق الفيسبوك واليوتيوب
كارثة ينتيغريو، شبيك. يديروا كاش انتيغراسيون تاع لا فوا اوف هذيك، يسجلوها ويدمجوها مع الـ مع الـ الحركه. لا ماهوش ماهوش يقوموا بتمثيليات هكذا. تمثيليات. نعم لا لا ماهوش حل، ماهوش حل خويا. الامور هادو ما قاعدين ماهيش مرات ما تدي حتى ما تدي حتى نتيجة. ما تقدر ماكش تخدم، ماكش تخدم في والو، لا ماكش تخدم لا مصلحتك لا مصلحة البلد. الناس هادو ما هبلوا نهار سيد لافولي نقول ده ما كان، الله يجعل خير وخلاص. آمين. الله يبعد علينا البلاء. الله يا كريم يا خويا عبد الخلق، راك مازلت سهران يوه. شكون هذا؟ اخ عبد الخلق هذا راهو في المدينة المنورة، هذا كي تروح، كي تروح تحج ولا تروح تجيب لها امرأة عيط له. ايه يا ابن الخالق ما شاء الله عليه. وش راهي المدينة؟ وكان يقول لنا عليها، يحكي لنا وش راهي دعوة يسكن انتما. الله. اخ عبد الخلق شهر عندكم الساعة؟ قال لك بعض الشباب الذي ينوون الترشح للبرلمان ما عندهم المال الكافي لتغطية كلفة الترشح بين دعم الدولة ورجال الأعمال. ودي واش راح نقول لك الأخ عبد الخالق، هو بكنت الدولة هذه نفس الشيء. تسمى درك هذا الإنسان اللي هو يدعمه بالمال، يدعمه من أجل باش غدوة هو يربح الود نتاعو، فهمت؟ قال لك مثلا هذا الإنسان اللي راح غدوة الدولة تسلك له نتايا، هما أنا سمعت أنا درها تبون هذاك شحال من مرة، قال لك راه عنده من ربع وربع، تسمى شحال فيتينا بزوج سوايع، فيتينا بزوج سوايع، فهمت الأخ عبد الخالق؟ سمى درك لما هذه الدولة هي تولي تدعم هذا الشباب، تدعمهم في الترشح، وغدوة فيما بعد ترشح الدعم هذاك سمى راهو مشروط، راهو دعم مشروط. من بعد غدوة درك وقال مثلا تبون ما عندوش حزب سياسي، راهو عنده هاد الناس اللي راهم دوك رايحين يدعمهم، فهمت؟ غدوة هما رايحين يقفوا معاه، هذا اللي انت غدوة يدعمو تبون يغدوة راه راح يمشي معاه. هذاك اللي راهو درك دعمو مثلا واحد من رجال الأعمال، هذاك راهو مال خاص، بصح هذا راهو يدعم فيه بالأموال العامة، وراهو فرق كبير. هذاك راهو قال مثلا واحد رجل أعمال، ما تقدرش انت تلقى رجل الاعمال هو انه يدعم واحد هكذا هكذاك لله في سبيل الله. هما عادة تلقى رجل الاعمال هذا كاين اللي هو يدخل للبرلمان يحوش على التيتر، يحوش على التيتر، كيما دوك مثلا هذاك مهري، هذاك ماشي عبد الحميد مهري، مهري نتاع واد سوف، هذاك دخل البرلمان. مليونير. ايه دخل البرلمان خاصه هو دراهم، ولا ماهمش خاصينو دراهم. وبن حمادي هذاك دخل البرلمان خاصينو دراهم ولا ما مش خاصينو دراهم، دخل من اجل على اجل باش هو يدي هذاك التيتر هذاك نتاع نائب في البرلمان. كاين اللي هو تعليله الحوايج هذيك، كاين اللي راه تلقاه مثلا قال او عنده الدكتوره، الدكتوره الفخريه، فهمت؟ كاين اللي تعليله الحوايج هذيك، وكاين اللي ما على بالوش بيه. والحصانة، الحصانة الأخ قضية ماهيش قضية نتاع حصانة الأخ، وش وكذلك يشوف دخل في دخله فيها الحصانة يتحرك ما فيها. عندها حتى علاقة. شوف نقول لك هذه الحصانة، الحصانة اللي يبحث عليها، يبحث عليها اللي راهو درك هو يدرق بها، هذاك ما يحتاجهاش، هذاك راهم هما يروحوا ليه، يروحوا ليه جنرالات، يروحوا ليه، ما وش محتاج هو ديك الحصانة واش يدير بها، هو محتاج التيتر، تيتر تسمى شغل كذا. بالإضافة إلى أنه كاين اللي هو درك عنده يدير بها صفقات، يدير بها صفقات وتكون هي كشغل جسر. تذوق مثلا
كيكون درك مثلا واحد راهو في الولاية يعرف الوالي، كيكون في البرلمان يولي يعرف الوزير، واللي الوالي هذاك ما يشوفش في جدو. بيان سور بيان سور، هما هذاك واش يحوسوا. ايه، واللي هو يعرف يعرف الوزير ويدخل له عن طرق، ايه يدخل هما له عن كاع طرق. لو كان دوك مثلا قال هو يروح يعيط للوزير يقول له نحب نتلاقى انا وياك ولا نتغدى انا وياك، يقول له مشيت لعب على روحي، قاعد انا قاعد كان نجي نتغدى معاكم نتعشى معاكم. هو قال مثلا عيط له قال مثلا راهم كاين مجموعه قال مثلا في الولايه مسكرين الطريق، وقال مثلا ما على باليش انا وراها صارت احداث، والله يدخل له هو عن طريقها. نعم، قال قادو السيد الوزير راه كاينه قضايا وكذا وانا حبيت نناقشك في الموضوع، راه في احداث في الولايه وكذا ولابد هو انك تتدخل. ما اقول له اوكي داكور، وين اي تجي نتلاقى انا وياك؟ قال مثلا على الساعه كذا، عندك ربع ساعه في الاخر نتاعك. يدخل هو لثما وقال هاو الهاتف نتاعي وسيد الوزير ومناك تعرف كيفاه، منا ويروح يدير له كاش ما كمية ثم راك تعرفهم مع نعم الناس اللي يخدموا هكذا، يدير له حاجة ثم كادو ولا كاش حاجة يفهم هو بلي السيد هذا هو فهم روحه. هيا من بعد يدير هو صفقة واحدة أخرى، هو تروح يدخل له عن طريق هذه قال مثلا احتجاجات والله، ومن بعد هو كي يخدم معاه الطريق تولي من بعد صفقات. هذا هو قالها عندي لوتال انا وتحب تجي لعندي لثما ولذيك مرحبا بك روح انت وولادك وكذا. ايام من بعد الاخر ذاك بيان سور يروح هو يعقي في هذا كونست ما قال مثلا سمانه ولا ويكاند هو والولاد نتاعو. ومن بعد السيسي الوزير والله في الحقيقه راني حاب نزيد ندير اوتيل واحد اخر في غردايه، وراهم قالوا لي باللي تعرف ثما وهدرت مع الوالي وكذا. اي روح تليفون ويهز، وهذه هي يدير هو يشوف كيف راه يدخل له من بعد يولي يقضي في مصالح واحد اخرى شخصيه هذيك نعم، هما كاع باش يستعملها. يدخلوا باش يوصلوا لاخ نور الدين، عامة يدخلوا باش يوصلوا. هذا ما كان، هذا ما كان. وتانيت كذلك يكون هو عنده دراهم يدخل في مشاريع تاع الدولة، في بعض الأحيان الدولة تكون راح تدير حاجة يدخل معها في المشاريع، وكذلك يغير القوانين. في بعض الأحيان لما تكون في البرلمان تقدر تغير، يعرف بلي كان قانون يوقفوا عن تبزنيز في مسألة من المسائل، هو يسعى باش يغير القانون. معروفة هذه. الأخ نور الدين هنا في لندن واحد العام، تسمع المصري الفايد واسمه الفايد محمد، اللي بابا اللي وليده مات مع ديانا، البرنسيس ديانا مات في اكسيدون في باري. نعرف باباه هذاك باباه كان حاب يطلب الجنسية البريطانية، ما حبوش يعطوها له. دفع هو كي دفع باش يعطوا له الجنسيه، ما حبوش يمدوا له. هو خلص دفع دراهم وخلص الواحد، خلص له فاكونس في الصيف باش يروح واحد المضرب، خلص له باش يطرح سؤال في البرلمان، فاهم؟ يعني عن طريق البرلمان تستطيع تغير بعض الامور اللي ما تخدمكش. كيما البرلمان في بعض الاحيان يطرح سؤال اللي يخدم الشعب، كان يطرح سؤال باش يخدم نفسه. هذا هو. وتلقاهم بزاف هذوما اللي عندهم الدراهم البزنازيه، هذوما اللي عندهم دراهم بزاف يدخل باش يبدل. مثلا القضيه تاع السيارات اقل من 3 سنين، كانت تنجم تجيب سياره اقل عمرها اقل من 3 سنين دخلها اي واحد، ينجم يجيب ايديوانيها ودخلها للجزائر. الناس اللي عندهم الفلوس في البرلمان دفعوا باش يغيروا القانون، باش يمنعوها، يجيبوا غير قال لك الاخ اسمه عبد الخالق راهم يصليوا في المساجد المسجد النبوي والعمره، قال لك راهم مفتوحه ما شاء الله. بيان سور، لازم ياخذوا الاحترازات وقائية. لكن هو يقول له المسألة على كل حال، سمعت باللي انه
انه هناك حديث انه مكة والمدينة ما تقيسهاش الأوبئة، هل كاينة منها؟ ايه يقدر يجاوبنا الاخ عبد الخالق. عبد الخالق سمعت انه فيه حديث انه مدينة ومكة ما تقيسهاش الأوبئة، كما حنا الطاعون والأمراض هذه ما تقيسهمش، ما تقيس ما تدخلش في حديث. ربما المهم الأخ عبد الخالق لك تقدر تدخل، وأني وضعت قبيل الرابط نتاع لا كونفيرونس هذيك، تنجم تدخل لك كان تحب. قل له يدخل يفيدنا من الناحية الدينية، شنو تحب تدير من كلمة؟ الناحية الشرعية لعله نستفيد. أمس قال جمال بن عبد السلام، أمس قالوا بتبون هذاك راهو شارك في وقت سابق، هذاك عادي، أمس قالوا هذاك راه بشار الأسد وتلاقى هو وياه تحوس لي انت على تبون، واه 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 عادي نورمال. واه الأخ واه واه سي جماله عادي نورمال واه سيد. واه واه الناس يكفيهم هو أنه يقف قدام الكاميرا، يكفيهم هو أنه يلتقي برئيس الجمهورية، راه شبيك تهم، راهو دار حاجة كبيرة. يا ودي الله يجعل خير خلاص. أنا واحد المرة كنا في الأوتيل داك تاع الزيبان هناك في بسكرة، كنا في ذاك الوقت تسمى دي ستاجير. نعم ايوا جا الشاذ لي ثما جا الشاذ لي، وفي النهار هذا كنا كملت اللين تاع الستاج، جاي كمل قاعد تبا الستاج ولا جاي زائر؟ نو جا باش يقعد، جا باش يقعد ثما، كان يقعد في الحمام، باش يقعد في الحمام، وعنده لا ريزيدونس تما في بسكرة، وكانوا يجيو ثما اللوتيل، تسمى كان اللوتيل هذا كامل موبيليزي، وحنا كنا دي ستاجير ثما. اما انا كمل الستاج تاعنا بتروح، اي من بعد الجماعة ثما قالوا كيفاش تروح انت اللوتيل كامل الموبيليزي انت تروح انت يا. قلت له انا كمل الستاج تاعي نروح. ايه هزيت قشي الكابا تاعي مروه، جيت واسمو هكذا، وبداو جماعه ثما يعيطوا، كاين شاف هذاك تاع البيرسونيل ثما ومنه، وتوسي ثانيه بالهضره. يا قلت له والله نروح، قلت له والله وطيح السماء على الارض غير نروح. هاي يا سيدي تو جاي شاد لي انا، ومن بعد قلت له لا شاد لي بكلمه كبيره. جا المدير هذاك تاع الهوتيل شاف فيا هكذا، قال لي روح روح بسلامة، ما درناش مشاكل برك، روح روح ربي يسهل عليك. والله روحت نورمال عادي، هما قعدوا ثم قعدوا تسمى، هما كانوا وقيل الله اعلم، مانيش شافي بالضبط مي الحديثة شافي عليها. كان معايا واحد تسمى نسكنوا كيف كيف في برج الغديرة معايا، يقولوا له خليل، بالك لا كاش واحد يعرفه من الجماعة، والله كاش واحد والله يمر هو نتحيوا له، واحد صديقي هكذا خليل بن شيخ. هيا زد ضرب فيها مسكين، وقال سمانة من ورايا. ومن بعد روح قال لي راك ضربت فيها سمانة، قال لي والله حكمونا ثم، قعدوا ضربوا سمانة من ورايا. انا روحت تو كملت السطاج تاعي نروح. وبأي حق يشدوهم تما؟ ظلم أيوه سيتو ظلم. بصح هنا كي كنت تولي انت تبع انت تاع ثقافة تاع الدولة وهذيك، هو بتولي انت يا ما تحذر رغم انفك، مي كي تشوف ليها انت يا من ناحية تاع الدراسة ولا هذيك نو. انا عندي الاخر تاع عندي لي فاكونس تاعي بون، دوكا كي تتعوضني واش عليه؟ يعني انا فاهم كاين كما يقولوا لك ريح هاد السمانه وما نعطوك السمانه الجايه. ايه انا كون هكذاك واش عليه؟ هما نو، هما تسمى شغل ياكل لك السمانه نتاعك هذيك، انت راك تستنى فيها عندك 3 شهور ولا 4 شهور
انت تقرا والله هذيك تستنى انت في هذيك السمانه تستنى فيها بفارغ الصبر نعم هو يجي نحيها لك. علاش جبدنا احنا الموضوع هذه الاخ شريف؟ انت اللي جبدته واني تبع فيك انت وعلاش جبدته وعلاش وربي يعلم. اباك راهي زوج تاع الصباح يا سي محمد اباك نو كنا نحكيو في موضوع ما على باليش علاش. كنا نهضروا على البرلمان ومن بعد نو انت نو 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 ماشي برلمان الموضوع هذا بالذات هذا انت وش اسمه جامد. الموضوع هذا على وش جبدنا على الشاذلي؟ كاينه حاجه اللي خلتنا نخرجوا من هذا قلت لك انا الدردشه. مش قول بن عبد السلام قلت لي اذا راح ايوه هاك قلت عاود لي انا رجع. قلت لي ايوه اذا هاك راح حتى عند الاسد هاد داكور هاني تسمع عاود رجعت للفكره. قلت لك انا كاين هاك تشوف تسمى انا جبت لك انا اكزومبل يعني ستاجير وشوف هادو دوك كاين اللي راهو درك هو يعيطوا له ويبان في التلفزيون يحس في روح بلي راه طرطق الدنيا اي صح وين يعيطوا له انت في الرئاسه ايه وقت تشوف فيهم السيد كي كان هو في المانيا جاء مباشره الغدوه يلا بان معاه سفيان جيلالي وبان معاه مقري وبان معاه سواء انها بروغرامي سواء هو انه يعيط لهم بالتليفون او يحب يشوفك الرئيس روح ديريكت فهمت انت الناس وش بيك انت انا حكاوا لي جماعه كي كان بوتفليقه حكاوا لي جماعه هادو باش انت تهضر مع السعيد بوتفليقه بالدراهم زاكات والله غير كيما نقول لك والله غير بالدراهم انا نقول لهم دوكا ما عنديش دراهم ودراهم كبار لا بالي بو دراهم سعيد بوتفليقه كبار كان وسعيد بوتفليقه كان كل حاجه يدي عليها كوميسيون نعم غير بالنا بها اي حاجه اراضي صناعيه كذا 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 عبالك بلي كاين بعض شوف باش نعطيك معلومه هذه عبالك بلي كاين بعض الادارات الحساسه تلقى المسؤولين فيها اصلهم مغاربه ماشي جزائريين اصلهم الاصل تاعهم مغاربه ماروكا ماهيش معلومة هذه كاينة يعني نورمال يعني نقول لك لا مش نقول لك باش نفهمك علاش كيفاش يخدموا هما دايرين الناس باش واش يامرهم يديروا علاش عندهم عليهم اتو المدير تاع اراجيري اللي كان واحد الوقت اسمه بن عبد الله حاجه هكذا بو عبد الله هذاك اصله مغربي مروكي مروكي تاع الصح اي نورمال بوتفليقه راه مروكي تاع واش انت ايه هذا كان شوف مغربي نقول لك مغربي انا واشن شوف واشن اسمح لي نور الدين واشن عطاو له الجنسيه على جال عطاو لبابه الجنسيه على جال لان هو اللي كان عاطي لهم المزرعه تاعو والمكان واحد المكان كانوا يديروا فيه الاسلحه وكل شيء كان مساعد الثوره الجزائريه 100% واقف معاهم يستاهل بيان سور لكن لا راه يستاهل انا في نورمال اعتقادي يستاهل كما كان واحد اللي نورمال شوف نقول لك انا شخصيا ما عنديش الوسمه هذه العقده هذه دركا كي نقولوا مثلا واحد يكون انسان خدام هاك تشوفيه احنا دوك مثلا ها معنا في فرنسا نعم كاينين اللي ماهوش فرنسيين كاينين اللي عنده هم من عمه الاصل الجزائري من الام ومن الاب نعم وكبروا لهنا وتوسعوا لهنا ونعطي لك كأمثلة مثلا هذيك رشيدة داتي هذيك اه رشيدة داتي الأخرى هذيك واسمها راح لي الاسم تاعها اسمها نوال وقيلة اللي كانت في الحكمة وزارة التربية ايوه راح لي اسمها. اه المهم بالك راهم كاين اخوه راهم يتبعوا فينا ومش غير هذوك كاينين واسمو في بريطانيا عندكم
هو اللي معمره كان احنا، ايه، كان وزراء، معمره كان وزراء. ولا معمره وش احنا. اسمه الاخر ذاك تاع الامريكان، اوباما، وناس اخرين. المشكله ماهيش هكذاك، مش مطروحه هكذاك الاخ شريف. المشكله هو انه تخدم الجزائر ولا ما تخدمهاش. كيفاش انا قلت لك، انا قلت لك ما مشي كون جاو يخدموا الجزائر، احنا ما نهضروش عليهم. انا قلت لك باللي هاد الناس داخلينهم باش يخدموا معاهم، فهمت؟ داخلينهم باش يكدا. لا هي دوك مثلا كان واحد الليبي، الليبي عاون الثورة الجزائرية ويحب الجزائر ويحب الجزائريين، خلى وصايا قال لهم كي نموت دفنوني في الجزائر، ومات ودفنوه في الجزائر. ايه في وقت الثورة كان يعاون الثوار بيان ويحب سور، الجزائر. كاينين او ايه كاينين الناس اللي هما يشوفوا، ايه ينظروا للجزائر، ينظروا ليها بالنظرة نتاع قداسة، اه وي فهمت، شبيك قدس الثورة والمجاهدين، ويحبوا الجزائر، يحبوها حب نعم مش صور. ومش على كل مستويات، كاينين فلسطينيين اللي عاشوا في الجزائر، كاينين سوارة، فهمت، كاين كاينين سوارة، كاين هاي جابت الناس ديال الأخت، شكون إيه جابت لنا وصل شكون الأخت؟ لأنك ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد روى البخاري عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه. ومعنى ذريعا أي سريعا. وصلنا إلى المدينة لا يدخلها الطاعون، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضا. عن أبي أتى الوسمة نتاع الطاعون هذاك. اسال قلت أبي كاله هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ما هي بدات هذا الحديث اللي سمعته. المهم أقول لك، هو دوك بارك الله فيك الأخت حياة. شوف، الوقت حياتي هي بارك الله دوك فيك. القضية هذه نتاع وش اسمه نتاع الفيروس هذا نتاع كورونا، هما دوك ولاو يستغلوا فيه، فهمت، ولا استغلال سياسي، ماهيش قضية نتاع اه وي كما ولا قبيل. أنا قبيل أنا كنت نهضر مع جماعة في البلاد، نعم واحد نعرفه هكذا، قالوا لي باللي ما من الكورونا، قلت لهم ما كانش منها. يا كيفاه؟ قالوا لنا ومنها، قلت لهم ما كانش منها، باينة باللي افير تاع تبلعيط، فهمت. ولو هما دركا شوفوا واحد عنده حمى ولا جاتو اعراض هكذا في هذا الاطار هذا، قالها مات بالكورونا. هما علاش يديروا هكذاك؟ على جل باش هما يمنعوا الناس باش ما يحضروش في الجنازة، هذا هو الهدف تاعهم. هذه هي وباش الناس اللي راهم قال مثلا عندهم اعراس، لا ميم شوز، باش يمنعوا التجمعات. هو الهدف تاعهم هو منع الحراك، بوان على ليل. هذا مكان هذاك النهار هو هدرها بفمه، هو تبون بفمه هو هدرها، قالك باللي كاينه 180 حالة، 180 حالة تاعين يوميا، راه تفوت لو كان الناس هذو اللي راهم يموتوا، تلقى اكثر من 100 واحد اللي مات على المستوى الوطني في احداث مرور. نعم صح يوميا الموت كاينه يوميا. هو ما يستعملوها في اطار تاع كورونا، ما يستعملوش كل الحالات، يستعملوا حالات معينه، نعم واحد نعم تجي حمى، واحد تجي كذا، قال راهم داروا لي زاناليز وعنده. وهذو ناس ما يحشموش، نعم ناس ما يحشموش، ما يخافوش الأخلاق ربي. كل الأخلاق مره الدين يزوروا ويقول لك من اجل المصلحه نتاع البلاد، بلا يتحوس لي انت على هذه درك. لا انا واحد نعرفه عنده صاحبه يماه كان عندها كونسير، يماه السيد كانت عندها كان عندها كونسير، ابا كانت تدير كانت تداوي وكذا وكذا،
عباك الكونسير بداوي وبدا تروح للسبيطار بداوي وتولي دير الشيب وهذاك وتعاود. ومن بعد الحق اختها توفات، توفات بالكونسير، توفات في الدار عندهم. هما كي بدات هكذاك هما خافوا، قال لك بالك ربما نديوها ما يديروا لها باش. ومن بعد يا توفات الله يرحمها، فشافوها باللي حالها تظهر وداوها للسبيطار تعمل لهم كش ما يقدروا يديروا لها، توفات داروا لها كورونا. وكم بعد ومن بعد داروا لها كورونا، كانوا حابين زعما كون كوا يخليوها يديروها في صندوق وكذا. ولادها ما قبلوش، قالوا لهم ما كورونا ما والو، رفدوها وداوها للدار، جابوا غسال غسلوها ودفنوها، راحوا الجنازه. قال لك هكذا كيديروا. اي واحد هنا في لندن، في لندن جورناليست جاتو معلومات من الداخل يعني القلب في السيرفيس، باللي كاين ناس مثلا تيحكموا الكورونا، نقولوا في مواد ديسمبر اللي فات، نقولوا احنا ديسمبر 2020 محكموا كورونا مرض كذا بعد برا. قال لك بعد شهرين ثلاثه يضربوا البوس، تقيسوا طوموبيل تقتلوا اكسيدون، كي يشوفوه يلقاو باللي في الركور عنده كورونا يحطوه باللي كورونا مات. هذا في الانجليز، هذا في الانجليز ماشي في الجزائر. يو هي شوف نقول لك، هي كاينه مسائل داخله في البزنس. بزنس وتخويف الناس. نو كي داخله في البزنس، ماشي هذيك قضيه نتاع تخويف الناس، حاجه واحده اخرى هذيك. يعني كيما كنت نقول لك انا، قضيه مثلا من بينها نتاع الحراك، قضيه نتاع بزنس. بزنس نعم. بمعنى انه قال مثلا دوك الدوله عندها كاس، فهمت؟ اني نسمع فيك، عندها كاس، هو انه ياخذوا اموال اسمه فيما يتعلق بالكورونا. نعم. وكاين الناس اللي هما ثاني كيف عائلات، مانيش عارف انا في الجزائر الا كان راه معاطين لهم هكذا، ولا كل مثلا واحد كيكون مثلا مصاب بكورونا والله هذيك يعطوهم اعانه، عنده اعانه. نعم صح. دونك هما ولاو الناس يستعملوها من هذا الباب، فهمت؟ ولاو هما يستعملوا في القضيه، لكن الحقيقه ما كانش واش كاين 180 حاله يهضروا عليها على المستوى الوطني. غريب راه تقتل اكثر من هكذا. صح. يا من المفروض 180 حاله ما يهضروش، ما يغلقوش ميبا البلاد، يخلوا البلاد تمشي نورمال. وبالاضافه الى انه عندهم درك اسمها تاع الفاكسا، كون من قبل قال تا درك هاي دوك هنا في فرنسا هي عاود هابطه، وراهم يفكروا دوكا باللي في المستقبل على جال باش يعاودوا يحلوا كل شيء. ولا هنا علاش؟ باسكو الناس دي بوردي خلاص، لحقت الناس لواحد المستوى. دوك مثلا انا البارح كنت نمشي، دايرين هما نتاع الحظر على ستة، الناس كامل برا. والله الناس كامل برا، لي بوس يمشي والطوموبيلات يمشي والناس تمشي، ما على بالهمش. في الورق راه على ستة حظر التجول. كرهت الناس ولات الناس ما على بالهاش. صح. لا ما بهنا تلقاهم برا هكذا يمشيو بلا ماسك بلا ذيك، وكرهت الناس. كاين الناس اللي راهم كيما نقولوا دايرين احتراز هكذا ولا وقايه ولا اسمو، مي كاين الناس خلاص تسمى كرهت الناس. راه صاحبي راه عندها دوك مده، راه اكثر من عام. والحق اكثر من عام كيما قلت. كرهت الناس وهما دوك الان في البلاد ولاو يستعملوا فيها للاسف الشديد. على جال عيسى قال لك شاك سومان 100,000 فاكسيني. يا صاحبي انتم راكم متقدمين بزاف. عيسى كندا. احنا مروطار كندا مروطار. وقال لك شاك سومان 100,000 فاكسيني. بصح راهم روطار، الانجليزيه الاولى في العالم تاع الفاكسيناسيون. الفاكسيناسيون درت انت يا ما نديرش؟
ياه انا زقوا لي وما رحتش، بعتوا لي قالوا تحب دير ما بعت لهمش، ما رحتش. حنا يبعتولك ميساج وبعد تكليكي على واحد الرابط، الرابط هذاك تسجل روحك يبعتولك وين تروح دير. ما درتش انا، ما اي درت درتش الفاكسة ولا درت الثلج برك عيسى؟ الباكسة. ما تديرش درك الباكسة، الباكسة راهو يقولوا الناس، الناس شوف الأخ نور الدين، الناس ما تنتبهش. كاين ناس يروحوا يديروا الباكسة، بصح هي كي تقرا، تروح تقرا يقول لك هذا يا لقاح تجريبي، راهم يجربوا. معنتها ماشي لازم تروح تدير، إذا حبيت أنت تروح، والناس تعملها باللي لازم تدير، وهم يخلطوا لهم في الامور. وهي كي تروح تروح للاخر يقول لك تجريبي، معناتها غدوه كي دير. علاش داروها هكذا الاخ نور الدين؟ داروها هكذا باش الا صارت لك حاجه تولي انت مسؤول على نفسك، لانهم قالوا لك باللي تجريبي. الا انت درت الفاكسه وصار لك مشكل، يقولوا هما ما يعطوك حتى حاجه، يعطوك الرعايه الطبيه الصحيه بصح ما عندك حتى كومبونساسيون. كيف فاهم؟ والناس هي تروح تدير، الناس هي تروح تقول لك انا نروح ندير باش ما تديرش. نورمالمون الفاكسينياسيون التجريبي يديروه ناس متطوعين، نورمالمون ما يكونوش كيما احنا في الانجليز قريب 22 مليون، نورمالمون ما يكونش تجريبي 22 مليون، نورمالمون يديروا مثلا يديروا نقولوا 20,000 واحد ويراقبوا لمده معينه مثلا 3 شهور، وبعد يشوفوا واش صاري. الى لقاو باللي ما صرا والو يبداو يلقحوا في الناس. هما واش يديروا؟ يلقحوا في الناس وروح روح، واللي صرا له حاجه ما يتكلموش كاع عليه، ما يجبدوه لا في الاعلام، ما يتكلموا عليه لا في الاحصائيات، ما والو، كلشي مكوفري. وكاين الناس راهم يديروا الفاكسان وراهم يمرضوا، وكاين الناس ما صرا له والو، كاين اللي يحكموا من الحبه، تحكموا من كذا كذا، وبعد يولوا نورمال. في أمريكان مؤخرا شفت واحد الويب سايت تاعهم تاع أمريكان يحطوا في 125 ألف واحد اللي دار اللقاح، 3,000 مرضوا ما يقدروش يتحركوا، لازم لهم إعانة طبية يومية حاطينهم. درك الناس راهي تروح تدير، هي ما تديرش، استنى مثلا الناس راهي بدات تدير دركا، استنى حتى 2022، لان هما راح يديروا الفاكس هذا، راح يديروه حتى 2025 يبقاو يديروا فيه حتى يكملوا كاع الناس. انت ما ديرش درك، استنى حتى كيزهوك ما تروحش. نهار الناس قاعدين يديروا وسايف ما فيش مشكل وما صرا حتى مشكل وداروا عليه دراسات، تما روح دير، راهو تجريبي. خدوه كان يديروك تشكاو وصلك حاجة ما عطوك حتى حاجة، ما كاش كومبونساسيون. ما بالشركات راهم رفعوا يديهم عليه كومبونساسيون، هذه هي والله أعلم. ما راني نهضر واش راني نقرا، واش قريت عيسى؟ كاش بوليتيك ولا والو؟ والو عيسى، ما والو عيسى، ولا يدير اللايف تاعو. أيه. وي، من داك يدير بدك يدير فيها اللايف. شبيك يا عيسى؟ مالا تقدم اخويا. وي اوا يعيو ينافسوا فينا. هاك تشوف كنا من المومين في الاذاعه نتاع وطني، ولا كل واحد دير اذاعه في راسه. يا شفت كيفاش؟ شفت كيفاه؟ طفي الميكروفون. عقبنا وقت هكذا، كنا ساعة ساعة نسهروا مع بعضنا، نقصروا شوية، والله كانت روعة، عرفنا إخوة، كانت روعة، الحق كانت روعة. كان أخ كمال مسكين ربي يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه الأخ كمال، عليه كمال مهند سعيد ربي يرحمه، والناس آخرين. كان واحد ساعة ساعة كذا كنا ندرتشو.
كمال، سورتو كمال، كمال مسكين. كمال عنده هذيك النبرة هذيك نتاع الحراشي. كمال شفالو، شكون؟ كمال شفالو. كمال تاع فرنسا. اه شوالو بيان سور شوالو. مريض ماشي على ما بالك، مسكين مريض على بالك، عنده كان عنده مسكين عنده كونسير. الله يرحمه. واه ايه ما ربي قلتلناش لو كان كي يجينا لفرنسا كنا راح نزوره، ما ما قلتلناش. والله واش راح نقول لك، انا محسوب ما ذاك الوقت ما كناش، انا ما كنتش على بالي بلي عنده كونسير، كنا طرومو كي يجينا جيت كان لعب. هو كان حب يجي. ايه بصح انا كان قلت لي كنا هذاك الوقت كنا انا وياك نروح نزوره. ما كنتش انا على بالي بيه باللي راهو تسمى واسمه، حتى من بعد باش عرفت، حتى من بعد باش قال لي. كان في الاول مدرج يجي على بالك يدير تاع الشيمي هذيك، ويجي يقعد يدير لا راديو ويقعد ها يقصر، يقعد يقصر. عيط لي دي فوا هكذا، عيط لي في التليفون يقعد نقصر انا وياه. الله يرحمه ويوسع عليه ربي وعلى بال قال لي ربي يغفر له. بلي يحكي لي هكذا، تسمى متأثر واحد التأثر كبير على بالك. سبحان الله. ايه ويجي قال لي، قال لي لا راديو تسمى شغل، هي من حي عليا شغل مونساتو. ونساتو بيان سور بيتمسخر سيت وانا واحد على بالك، مرات. وانا على بالك توجور نحب تسمى نجبد الحوايج هكذا نتوع الحنين هذوك نتوع بكري تاع طب البلاد. بكري يا وي كانت دعوة هو تسمى يعجبو يتقاس هذيك، يا يبكي يبكي يفوا هكذا، يسمع حوايج هكذا والله يبكي. يتفكر. ايه تبع على والله بالك ميل 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 بارور، تسمى يتبع ما تقدرش تصور. الله يرحمه. وتسمى دي فوا بزاف نطيح له انا على القوسطو تاعو، كي يشوفني هكاك تسمى نهضر الهضره تاع البلاد هذيك ومنا، وتسمى نقيسو كي نعود نهضر. دي فوا يقول لي كي نعود نسمع فيك نبكي، قال لي تسمى شغل تعبر من قلبك، نحس يحس بال نحس بها. الله يرحمه ربي ويوسع عليه الله يرحمه. يا راح هو كنت عارف اللي كنت على بالنا كنا نضربوا ليه دور نزوروه يا اخو. يا لو ما كان عندهمش. يا لو كان قعدوا معاه زوج سويعات يقدروا. يا والله نقول لك بالك خاوته ما على بالهمش. سبحان الله. والله مرة انا ديجا نهار، نهار قال لي تسمى تشوكيت، تشوكيت هكذا ما حبش يقلق ما حبش دارهم. يشارك مسكين، وحاكم فمه. وكان اسمه كان بوليسي هذاك، قلت لي كان بوليسي في البلاد، وخرج في الأحداث هذيك. هرب. وكان إيه هرب، كان يخدم في كونسولا، في اسمه من تاع العس هذوك ياسو. دعسوا لي كونسولا. إيه خرج. وعليكم السلام الأخ مهدي. خرج في الأحداث، صراو مجازر قدامهم مساكن، صراو أحداث هكذا خرج. بصح واحد الوطنية فيه ما تقدرش تصور، وما هوش تاع حقرة، مش من هذوك الحقارين هذوك. كون جا حقاري قاعد على شي يروح. ايه وما هو تسمى شغل لقاه في ال، وهذاك هو الواقع يعني في الحقيقة. تسمى هو لقى كيما نقولوا مثلا احنا موضوعيين، تسمى نحكيو بموضوعية بعيدا عن التصفية تاع الحسابات هذيك، وبعيدا عن الأحقاد، وكنا فاتحين إذا عن الكل، تسمى لكل التوجهات. واحد راهو قال إسلامي والله علماني والله كذا، وقاعدين تسمى شغل في إطارك، شغل إطار عائلي كيما راني نحكيو دروك، كيما راني نحكيو دروك هكذا. وهو وكنا نحبوا تحت الخير للبلاد ما كناش نحبوا لها الشر. تحت له القوسطو،
طاحت له القسطو تاعو، لقى روحو ما يقدرش يوسيها خلاص. قال لي اما نشوف لا تيليفزيون، ولا قال لي عندي لا راديو وطني دايرها وخلاص. قال لي ما نشوف تيليفزيون، من قال لي نجي هذيك هي الدار تاعي. جي الله قعد يرحمه، الله مش يرحمه النهار ويسعده. نهار تاع هذاك تاع سطيف هذاك، قال شكون لي هو؟ مش واسمو تاع سطيف هذاك. اللي توفى؟ ايه عبد السلام هذاك، لا، اللي رحنا له الترك. ايه الله ربي يرحمه ويسعده عليه، الله الله يرحمه. يرحمه. قال لي نعطي له الكلوة تاعي. سبحان الله. ومرة كان واسمه الأخ تونسي ثم، وفي ذاك الوقت ما مازال ما درناش هذيك تاع التبرع هذيك، وراح لثم وما عندوش دراهم. والله غير بعث له مسكين 400 أورو ثم. ما راح للترك. ايه يدي انسان ما شاء الله ربي وتبيك يعاونك. جزائريين، الماجوريتي تاع الجزائريين ما شاء الله ناس بلحية. او عنده واحد الحنانة ما تقدرش تصور، واحد الراجل لويز طيب طيب سن ما شاء الله، من الجماعة اللي يقولوا ويديروا. لا لا، إنسان طيب الحق، ايه فهمت. كان النهار اللي كما درنا اللقاء هذاك في واسمو، حاب يجي. كان حب يجي، قال لي انا باكش عنشي وش علاش جي، قال لي حب غير نتلاقاك برك ونحضنك. سبحان الله. والله قال لي حب غير نتلاقاك برك نحضنك، قال لي هذا مكان. قال لي سبحان قلت الله. من جي وما قدرش، ما كان داير تاع الشيمي هذيك. المرزد عليه اسمه. انا ما كنتش على بالي باللي راهو الدرجه هذيك، انا قلت بالك عنده دي كومبريمي. ما كنت قلت انا بالك في البدايه نتاعو برك، قلت بالك راه عنده دي كومبريمي هكذا والله اسمه او سمعت كي. معك حاجة خفيفة. ايه وهو يعني بك جا مسكين حكمات وحاجة خفيفة هكذا، جريت كرشو راح للطبيب قال له عندي كونسير ديريكت. الله أكبر، ما فاقلوش سبحان الله. شما جاتو حبة هكذا في كرشو والله مسكين. ومام تسمى هكذا حكى لي حوايج بزاف هكذا مسكين. كنت نقول له مرة على مرة هكذا نقول له علاش ما ديرش تيمونياج هكذا تحكي لنا، ما يحبش ما يحبش. ومن بعد واحد المرة هكذا كثرت عليه هكذا، قال لي راني نخلي لك حوايج هكذا في الدار. بعد انا ما حبيتش نضل الله يرحمهم ويوسع عليهم. ربي يرحمه. كان مسكين إنسان ما شاء الله، تسمى تحس بالصدق نتاعو. الله يرحمه. كان لي واحد ومات صغيرة. صغير في الأربعينات، واحد المرة قال لي عيط لي في التليفون، نعم. عيط لي في التليفون قال لي راني حبيت نشاورك. قلت له خير ان شاء الله. قال لي راها كاينه واحد العجوز تما عشيرته، جارتو. جارته، وكان يروح ليها يعاونها تما. قعدت وحدها، راحوا عليها تما كيما نقولوا ولادها والله، وقعدت وحدها ومريضه، يروح ليها يعاونها يعاونها هكذا ولا، واللي يروح ليها لوبيطال كذا كذا. بلا واحد النهار قال لي دخلت للإسلام، تسمى أفرص هو يهضر معاه كذا. قال لي دخلت للإسلام، قال لي واحد الوقت هكذا تسمى كي شافت روحها باللي عياته منها، حبت باش تكتب له الملك نتاعها دار. ومن بعد شكيتك
مانيش عارف بالك النوتير ولا هذيك ثما، يمكن تعيط لاولادها والله راك تعرف باللي كي هما كيشوفوا عربي عربي اوي شغل القيمة قامت. اوي عيط لي قال لي وش رأيك؟ قلت له اخويا كمال اخطيك، قلت له بعد روك. قال لي قلت له هاني قلت لك اجبد روحك، وقادرين حتى يقتلوك، اجبد روحك راه عطات لك. قلت له انت يا اخي عاونت في سبيل الله تربح، ما تحوس ما تعمر راسك. قلت له نواها في سبيل الله وصلت امي. قلت له ما قلت له يقتلوك هنايا قسما بالله غادي يقتلوك. ما هو انت على جل سيتو لك كان في اضرام كبار. قلت له ما اطلق اطلق من يدك، الشيء اللي درتو درتو في سبيل الله راك تدي ان شاء الله الجزاء نتاعك عند ربي وخلاص، ما تتبعهم ما تحوس عليهم. وصارت مام هنا في الانجليز، صارت نفس القصه، بصح نفس القصه، بصح الشيخ هذاك ما دخلش الاسلام، ولكن ما قالش. كان واحد الشيخ ساكن مقابل جيرانه مغاربه من المغرب، صح حقيقه، هذه حكايه صحيحه ماشي تاع هذه. قال لك كان ساكن قدامهم، قال لك يمات نقول هذيك المراه اللي تكون تما، واش دير مرتين في الاسبوع تدخل تنقي له الدار وكذا، وتدي الحوايج وتغسلهم له، فهمت، عايش وحده، وكي يطيبوا الماكله دائما يدوا له كل عشيه هكا، كما احنا نقولوا كي يطيبوا ماكله يديروا له حقه، يديروا له النصيب ديالو، يدوه له الدار ويتهلاو فيه، يقولوا لك ما تحتاج تشري حاجه وما تقدرش تروح تقول له نبعث ولادي يشروا لك، ما تخاراني هنايا، تحتاج حاجه ولا حاجه دخل روح عندنا، مدك في رمضان يعرضوه يفطر معاهم. شغل كبير، شيخ كبير، هو عنده ولادو، عنده ولادو وعنده بناته، وقيل عنده زوج بناته وزوج دراري، ولا ما يجي خطره في غره ما يحوسش عليه كاع. اما لك واش دار هو؟ خدا الاسم ديالها والعنوان ديالها بلا ما يقولها، ما عرفش قال لها اعطيني العنوان تاعك ولا الاسم والعنوان تاعك وقدام منا باش عندي حاجه نديرها وكذا، ومانيش عارف هي. وقالت قالت بالك كش ما حاجه كش حاجه طات له، وما عادوش راح دار، راح عند الموتر، راح الموتر وخلى وصايه، قال لهم كتب الموتر كل اي حاجه ديالو لهذيك المراه هذيك، فهمت. ونهار توفى الحق الخبر للنوتار باللي توفى، جاو ولادو باش يديو تسمى القش تاع الدار ويفرغوا الدار وبالك بعد يحطوها للبيع. جا النوتار حبسهم في الباب، قال لهم واحد ما يمس، قالوا له كيفاش دار تاع بابانا وكذا، قالوا ما عندهمش الحق، قال لهم هاو باباكم وخلى وصايه، كل الرزق تاعو ودراهمه وكل حاجه عطاهم لهاد المرأة. ومن بعد هما شغل حبوا يهدوا ديك المرأة ما على بلاش، ما شغل حبوا يهدوها، قال لهم شوفوا، قال لهم دوك تروحوا، قالوا ودوك لزقي لابوليس، وكانت تمسوها تنحوا لها شعره من راسها نديكم قال الحبس. زقى لابوليس، جاو لابوليس شافوا القضيه، قالوا لهم شوفوا نزيدوا نشوفوكم هنا الدور هنايا، وهذه المراه تصرى لها حاجه ندوكم الحبس. ما زادوش داروا، راحوا. الرزق تاعو علاش؟ الحكايه نحكي لك سنين، هي سنين، والشيخ مسكين هذاك هذيك المراه تقاوم به في سبيل الله، ماشي باش تدي له ولا يعطي لها. شوف ربي سبحانه يعني كيفاش. وهذاك واش قال لهم النوتار؟ واش قال لهم؟ قال لهم باباكم كي كانت هذه المرأة تجي تغسل له تنقي له الدار، تغسل له حوايجه، تعطيه الماكلة في السخانة، تعطي له السوبة وتقوم به، كي مرض هي تجيب له الدواء، هي تقوم به، هي تروح تقضي له، ولادها يروحوا يشروا له، انتم وين كنتوا؟ قال لهم
قال لهم كبركم ورحتوا عليه خليته وحده مسكين مين با ما تعرضوش. كي تصرع تصرعوا حوايج كيما هادو. نعم بيصرعوا حوايج كيما هادو. عواس واش راك تحكي كملت ولا مازال؟ انتقلنا من موضوع الموضوع. أنا جاب لي ربي باليوم تتهول في العاصمة يوم الجمعة أدوا ولما داروا لهم كيما داروا لهم نهار ثلاثة بالكوامن غلقوا لهم الطرقان. هاي خرجوا الله ويديروا الحجر. هذا هو واش خلاص شعب مدمر سيرتو دوك هذه الضربة هذه نتاع الجنسية هذه دوك راه زدت تقلقت ناس بزاف. رغم انه هي كيما نقولوا ظاهرين هكذا هي لا تعني كل الناس، لكن الغطرسة تزيد تخلي الناس هما باش يديروا حوايج يكالمي والناس يديروا قبل من الجمعة يشعلوا في النار. مانيش عارف هي مخدومة بالك ولا ما دوك انت تشوف انت هاد الاحزاب هادو نفسهم نفس التشكيلة نفس المجموعة اللي شاركوا في الانتخابات تاع 2012 و2017 و2019 نفس الوجوه. الشعب شعبك يولي يشوف باللي ما زالت نفس الغناية دور الشعب يحوس على تغيير وهما ما زالهم هو دوك لقاها دوكا بالتلفزيون يخطب على الشعب بالتلفزيون الناس راه تخرج وتشوف المشاريع وتشوف تراقب تشوف واش راهو صاري هو وقاعد تما راك حتى مشروع الاخ نور الدين ما ممكن حتى حاجه تمشي عنده اللي اسمه ما عندوش مشروع هو جاب دار نقاط سماها 54 تيمنا بال 54 نتاع الثوره زاد دار الدستور بالبرومي نوفمبر كمل الثوره نتاعو دوك هو راهو قريب يجيب الاستقلال صحيح. اسمع ما زالت له اتفاقيات نتاع ايفيون ومن بعد يدير الاستقلال الاستقلال صحيح. قال لك عيسى قال لك عندك فوتو تاع كمال ما ممكن تكون كاينه في الارشيف الاخ عيسى ايوي ايوي هذه الدنيا يا اخ نور الدين. اللهم ثبتنا وفرنا ودما كان ربي ثبتنا امين ونرانا ليس جبع ربي ثبتنا ربي ثبتنا ربي يهدينا للطريق يهدينا ربي يهدينا ويثبتنا هو هذا ما كان تمنينا على جال باش تكون هذه فرصة على جال باش الشعب يخرج من هذه المأساة هذه وللأسف الشديد للأسف الشديد للأسف ما زالهم يكرروا في نفس نفس الأخطاء نفس الأخطاء ونفس التصرفات تاعك تشوف في 2021 عاودنا رجعنا للبومبا ملقاو بومبا في ناس خلاص ناس فقدوا ال فهمت عوالو خو ناس تحوس على من جهة يعذروا على الأمن وعلى الاستقرار ومن جهة ينشروا في الإشاعات وينشروا في الله الأكاذيب وينشر في الله راه حالة انت شعب انت باش توسيها لازم لها خدمة شعب مازال تروماتيزي بالمأساة عوض هو انه يرفعوا من المعنويات تاع الشعب بقرارات اللي هي تعيد الثقة للشعب وتزيد هي تدفع الناس اللي راهم دوك مثلا هذا دوك اللي راه دوك مثلا جاي باش يستثمر في الجزائر هذا دوك كيسمع باللي انت راك درت له بومبا يجي والله ما يعاود يرجع ما بينسر
ما يهمهمش هما، شوف يهمهمش المستثمر الاخ نور الدين، كان جاي يهمهم المستثمر يديروا هذا الشيء بالبلاد. ترى شوف دوك نتاع السياحة وراهم السواح اللي يجيو للجزائر ما كاش هو مش من السياحة، احنا ما يقبلوش سياحة باسكو اش ما نقول حاجة. لو كان في الوقت نتاع غير احنا في الثمانينات برك، كانت سياحة الثمانينات انا على بالك كنت نقرا قريت في بوسعده وفي تيزي وزو. شوف في اسمه في بوسعده، سورتو في بوسعده تعرف، شوف نقول لك القائد هذاك العام العام واسمو بيجيو من كل بلاصه، لي فرونسي دي واسمو من لابولون من الانجليز من كذا، لي زالمون ايه لي زالمون، تشوف العام هذا جروب جاي وهذا جروب رايح، كانوا عندهم واحد لي بيس كذا الكيران هذوك ثم ويجيو من تما يعقبوا على بوسعده ويطلعوا مرسوداس اللي بيس ايه مرسوداس ايه ويطلعوا من المان بوسعده ويروحوا، يطلعوا بالسكره ويزيدوا يروحوا. مش ما شوف تدخل ثم انت تشوف لي ظالمو هذوك الرواسه رواسه، كانوا بزاف لي بي لا سيجو واحد النهار الاخ تسمى نكته برك في بسكره، كنا في ذاك الوقت في الاوتيل تاع الزيبان هذاك، وجابوا ربع رواسه هذوك اللي يديروا الرقص في الماء ويمشيوا في بسكره، شفت كيما تو العسكر هذوك اللي يديروا لورد سيري هذوك يمشيوا بالخطوه ربع، اي تعرف الشعب على الطرطوار على بالك، تعرف شو هذيك كارثه تبارك. يا والله العظيم في الثمانينات هذه يا رب بعد نشوف نفس لاطا عندهم واحد لاطا هكذا نقولوا مثلا واحد الامتر 75 ولا كتروبا ولا ايه طوال تقريبا نفس لاطاي هكذا، نفس لاطاي نفس اللبسه ويمشيو بالخطوه كشغل انت راهم يديروا في عرض والله عرض في الطريق، والناس يسبقوا لهم ولا يمشي يصفقوا الناس كل جايين على الطروطوارات هكذا وكل كل ويشوفوا فيهم ايه ويمشيو واحد الجو مشهد. وكان في ذاك الوقت كان في ذاك الوقت ما كانش كون جات تاع التليفون بورتابل كيما راه هذوك ولا انترنت ولا كون خليت هذاك الوقت قليل اللي عنده كاميرا كاميرا نورمال قليل اللي عنده كانش قليل اللي عنده. وكانت في ذاك الوقت السياحة كان بقدرها باش تدخل لوتيل في ذاك الوقت كانت بقدرها عاودي وتجيب شي ذاك الوقت ذاك الوقت اللي شفناه حنا كنا نروحوا في الصيف نروح للصيف في الصيف كي نروحوا لسيدي فرج ولا نروحوا لسيدي في سيتو سيدي فرج كانوا يجوا بزاف كان لي كومبلكس تما كانوا يجوا الاست بي دو ناس بزاف في سيدي فرج في الصيف يجوا يجوزوا فاكونس في الجزائر لا يوغوسلافيا ذاك الوقت كانت يوغوسلافيا كثرتها انا بدأتي كنت نروح تما البحر تلاقوا مع اليوغوسلاف يجوا مصريين كانوا يجوا كوم توريست للجزائر مصريين خطرة رحت انا خطرة رحت في الثمانينات رحت للقلمة رحنا اسمه القسنطينة القلمة ركبنا في الكار معمر مصريين مصريين اللي هم اللي يجيو كانوا يجيو سيرتو في الثمانينات قلت لك انا كانت كانوا يجيو انا نحكي لك انا رفضت واحد انجليزي وقعدت نقصر معاه قال بعد بدي نقصر معاه قال لي بني انت قلت له انا من الجزائر قلت له انا من الجزائر ولا قال لي الجزائر قال لي الجزائر هو كبير شويه في السن قال لي الجزائر هذيك رحت لها في 74 قال لي قلت له واش عجبتك قال لي كنت قال لي انا كنت نسوق رحت بالطونوبيل قال لي نقول حاجه ربي يهنيك الاخ مهدي قال لي نقول لك حاجه قال لي البلاد شابه قال لي بصح قال لي شوف ما كاش مضرب رحنا ليه وما حبسوناش البوليسيه سيفيل ولا جوندارموري
قال لي ثار ما كاش، قال لي ما كاش تحرك، قال لي جفالها، قال لي كنا نمشي، قال لي زعما نروحوا من منطقة لمنطقة ندخلوا في منطقة جديدة، طب قال حتى تشوف الأم جو. لكنين قال لي كانوا يعسوا ما كاش، كنت كانوا قلت له يعسوا ما قلت ينحولوا من ينحولوا من الكاميرا مرتين ينحولوا من لا الكاميرا. لا ما قلت له علاش كذا، واش قال لي؟ قال لي كانوا ما يخلوناش نجيبوا يحوسونا الا عندنا الشراب، ينحوهولنا ممنوع. والله غير تسمع ممنوع. قال لي كانوا ما يخلوناش، لو كان يلقاو عندك شراب ينحولك، قالوا دفقوه قدامك، ما عندكش دروه، اباك في وقت بومدين ما عندكش دروه، بلايص كاين بلايص برك اللي تقدر تشرب فيهم، تقدر تشرب كيما دروك راهم يشربوا، يدي ما يشري قرعه يروح لابلاج يشرب. زمان نو، زمان لازم كاين مناطق برك تاع التوريست وكذا اللي شي نتاع الوسم نتاع الصور هما كيما في وقت سابق، ماشي كيما درك بالساتيليت ونتاع دوكا خلاص ما عندك صايم متخبي. ما عندك ما تخبي. الوقت هذاك كانوا كيما نقولوا كاين دي زومبرو هكذا، وين هما يستعملوا كاينين الجواسيس هذو يجوا عن طريق السواح. بيان سور بس هذوك هذاك خلاص الوقت. دوك دوك نتاك في دارك هو داخلك من هاو دوك حنا راهو كل شيء عندهم كلش دوكا بلا ماشي بلا ما بلا بلا ما يجي يصور حنا ايش الدار، يدخل لك للدار عن طريق البرامج تاع التجسس و راهم درك هما خلاص الامور راح ترك راها الحرب بحاجه واحده اخرى. بكري راهم كانوا يبعثوا واحد يروح يصور ويدي كذا ويسجل مكالمات وكل شيء عندهم درك. نعم هاك تشوف سيدي الاخ مهدي هذا من وقتاش وانت تتبع فينا الاخ مهدي هذا؟ أو سهران الأخ مهدية يا بالك لا راه فطم، كاين اللي بالك لا راه رقد وشبع ودوك راه ناض. الاخ عيسى مازال ما روحش وقيله. يا هو بكري كان لاميروتي، لاميروتي لاميروتي حناني كانت باش لغمها. كانت البلاد شابة اخنورتي صار يعني عقبنا لارمي في عقبنا سيرفيس ميليتير في الثمانينات هذيك تاع لاميروتي هذيك. ايه كنت في لاميروتي ومن بعد طلعنا لواحد البوست هو جايبين تحت بوزريعة، تحت بوزريعة جاي في واحد البلاصة هكذا كانت الصغارة هذيك تحتنا، عارف صغارة يا عمي كان في المهم تاع السواحل هذوك، حراسة السواحل. كان واحد المنظر ثم الجزائر على بالك روعة. أروع اكثر فيها العاصمة، اكثر فيها الغاشي. جزائر حلوة، واو مش خمتك جزائر كنا كنروح ندخل لسانك جويي كي تشوف انت لي ماتش هذوك. مش خمتك رمضان، وش نقول لك رمضان ما عندك كنا ما نشوف لي جوار كي تشوف انت كيما الوقت هذاك كان سرباح كان بن شيخ دراوي دراوي بطروني باشي باشطا كانوا مسخر كانوا. انا كنت نحب المولودية الحق، كنت نتبع المولودية ذاك الوقت. كل واحد وش يتبع. انا كنت نحب المولودية. انا بكري كنت نحب لونطونز. ايه وقت كانت ماجب اسمع، كي تروح نعطيك زوم روح شوف، نعطيك انا برك مثال برك، روح شوف زمان لي ماتش تاع الفوتبال وشوف لي سيبورتور كيفاش كانوا يروحوا سيبورتيو بالكساتم. كانت تروح الناس بالكساتم ويدو معاهم ولادهم صغار قاعدين يتبعوا في الماتش دوكا غير الهول الكاشيات والضرب بالعياط
لا ما بكري ثاني كانوا يصراو احداث هكذا. كانوا يصراو، مي بصح كانت الأغلبية كانت في المستوى، لا كان بالو، كان كان بالو بالو. الناس تسمى تشبع كي تروح انت للصطاد يا تشبع. وي، لا هذا مسخدة. كان انت شو انت الوقت هذاك نتاع كاوا و... الألماس، لا الماس ك ك ك احنا كنا في ذاك الوقت كنا صغار كنا صغار بيان سور، تسمى كنا بصح نسعى ونشفاو شوية، ما كناش لا صغار، ماشي 6 سنين 7 سنين، كان بيعمرها بيبر واحد 14 15 16. ها وقال لك قال لك كان يتبع فينا على راديو واشدي. ها إيه ما شاء الله الأخ مهدي. على بالك باللي ساعات كي كنت نكون نمشي هكذا في الطريق ويحبسني واحد السلام عليكم دي فوا هكذا يقول لك واحد اسمح لي راني شبهتك مش انت هو فلان هذا ايه انا هو بالذات يا خويا يعني عندي نسمع لك هكذا في اليوتيوب وكذا ومنا عندي شحال من ايه من 2008 انا نسمع فيك قولهم 2008 من 2008 حتى نضرب 2021 مازال ما شفتش تعليق واحد منك من 2008 تتبع فيك كيفاش نعرفك انا بلاك تتبع فيا انت تعرفني ياك تتبع فيا على بالك بجميع التفاصيل تاعي وانا ما نعرفكش. وانا ما نعرف عليك والو يقول لك تعرف منها يقول له روح برك ها وقال لك كنت راقد وفطنت شفت كيف احنا نخليو حتى الناس ترقدوا باش نقصروا سوسطه كيما قالها الشريف فهمت. وي كون جات، اسمه الموندول تاعي فيه الخيوط، نعطيك بشوية نوطات نحيت له الخيوط. هذا كون كفاية الخيوط كان نجيب لك فلسطين الثورية سلاحها الإيمان، تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان، حنا هما عيسى أصحاب ده. عيسى راهو يقول لك الو ما مش عارف واش واش بيك يا سي عيسى؟ عيسى خي على بالك باللي رانا واسمه تقدر تدخل تقدر فهمت تدخل، معنا. اصبر ندير لك الرابط برك هاي ديلو راب ديلو. نجم تدخل عيسى تقدر تدخل من الرابط شوف لازم يكون عندك الميسنجر هذاك ولا تدخل بالهاتف بالكمبيوتر تضغط ومن بعد كي تدخل عندي نفتح لك الباب ومن بعدك تعرف ادخل في الصف فهمت عيشة والله الأخ اللي راه يتبع فينا مهدي ولا أي واحد اللي يحب يدخل مرحبا به. مرحبا به يجيب معه البرك شوية نتاع مقروط معرفة خير، آه. تفضل، مرحبا بك. بصح هكذاك كاينين الناس اللي راهم سهرانين هنا نعم، كاين الناس اللي راهم مازالهم سهرانين بس كاين الناس اللي مازالوا سهرانين. الاخ نور الدين، ها وجا عواس ها شكون جا؟ السلام عليكم. اهلا سي عيسى، اهلا اهلا، مرحبا بك. خليها هكا الكاميرا. السلام عليكم. الكاميرا راني ما نديرهاش باش ما ينقصليش لا كونيكسيون، بيسك راني بلي دوني نتاعي. صح سمعت هذا، ما نقدروا نخسروا على الجزائر درك، شويه دوني برك وشويه هضره. وش راكم؟ والله غير كبير، شوف الدمعه جاتني كي هضرتوا على كمال، على بالك الله يرحمه. الله يرحمه. يا الشريف، يا الشريف، يحب بزاف، يحب بومدين هذاك السيد هذاك، يموت على بومدين. سمعت انا اللي لكم غفني مره هو مريض والناس ما على بالهمش انا على بالي به انا على بالي به مريض وتسمى ما نحبش نهضر اون ديريكت باسكو كاينين ممكن بالك من العائله نتاعو يتبعوا
وكنا اللي شافي في ذاك الوقت درنا حوار على بومدين، هو على بالك ما يحبش حتى واحد يقيس بومدين الريان والو. ايوا وعلى بالك الحوار كان سخون بزاف، سخون كان. وقيل واحد كان ساعة يجي كندا هذاك سامي، وكانوا مجموعة آخرين هكذا وطايحين على بومدين الدخان طالع. الكونفرنس انا ردين الكونفرنس كانوا فيها واحد العشرة من الناس، غير انا وياك ندافع على بومدين، الباقي كل ضده. ويا يجي يهضر وانا نقولوا بالعقل برك الاخ كمال، ويبكي مسكين على بالك نقولوا بالعقل كمال برك، ما حبش نقول لهم انا باللي راه مريض هكذا نحكي. واش راك تقاري ولا؟ راني قريب نوصل للدار، راني قريب. راك في الطوموبيل راك في راني الطوموبيل قريب عايش. اي راني نسوق. الاخ نور الدين شفت الفيديو يداروا على مقري، يركبوا له الفيديو هذاك تاعش في اي ار، كي قال باللي احنا كنا من الاولين خرجنا في الحراك ودنيا. ايه كاين منها، كاين من هذا. كنت قلت شفته الاخ شريف، شفته بصح شفته يا ودي. الناس ما تفهمش، فهمت؟ الناس ما تفهمش. هو شوف نقول لك، كاينين الناس اللي يديروا في السياسه، وكاين الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالسياسه. انا دوك نختلف مع مهل، انا نختلف مع مقري، نختلف معه. بس انت مش يجيك انا واحد مبوقل هكذا في الفيسبوك ما عنده حتى علاقه بالسياسه ويجي يدير روحك شهور او شغل خلق حاجه. يا محمد هو واش هدر؟ هو قال لك كان ضد الخروج للشارع. على واش تخرج دير في الشارع انت؟ واش تخرج دير في الشارع؟ راح تحوسه واش تخرج دير في الشارع؟ هو كان يحوس على حل سياسي في ذلك الوقت. كانوا هما ديجا دخلوا في حوار مع السلطه، كان ديجا هو اتصل في ذلك الوقت، اتصلوا به سعيد. ايه مع سعيد بوتفليقه. كانوا كاينين اللي هما كانوا رافضين الوسمو. بصح شوف نقول لك انت، علاه انت راك داخل في وعلاه طابو ما كانش في البرلمان، وعلاه بوشاشي ما كانش في البرلمان، وعلاه وسمو محسن بن العباس ما كانش في البرلمان. كلهم كانوا في البرلمان، كلهم كانوا في البرلمان. درك هو كي يقول لك باللي درك انت راهو هو ضد الخروج للشارع، كان هو مع الحل السياسي. بصح الشارع لما هو الشعب، هو كان يحوس على حل سياسي، حل توافقي من أجل قال مثلا إيجاد مخرج، وقال مثلا الذهاب إلى الانتخابات وكذا وكذا وكذا. نعم. من بعد أنت اش فعل الكلام هذا اللي قلت لك عليه؟ باسكو من بعد نعود ونرجع ليه. هذا الكلام اللي قلت لك عليه أنا نتاع إيجاد مخرج والذهاب للانتخابات، اش فعل عليه وحطه في بلاصته. باسكو كاينين الناس اللي ما يفهموش السياسة، ما يفهموهاش. تا درك راهو درك هو يحوس على مخرج سياسي بدون اللجوء للشارع. باسكو اللجوء للشارع، الشارع انت لما تلجأ ليه هو انه خلاص ما شغل الحلول انت هذيك كامل، ما صار ما عنده حتى معنى، تولي انت تلجأ للشارع. درك الشعب درك راهو هو الجأ للشارع. الجأ للشارع هو من الشعب، وراه خرج للشارع. خرج للشارع باسكو الحلول ما كانش، وراه تناقض. ودرك انت بالشارع درت الحل السياسي ما درتوش، وراك رايح، راك رايح تروح فيما بعد لايجاد مخرج للازمه. دوك انت فيما بعد انت كي تلقاه، واش هو الشيء اللي تبدل؟ لا شوف شو شوف الاخ نور الدين، شوف الناس، شوف نقول لك تفهم فهما عوجا. قال شوف هذا راهو كان ضد الخروج للشارع، ودوكا راهو يقول لك باللي انا راني في الشارع.
هذه نتاع واحد راسه مسكر، راسه مكودي، راسه ما هو فاهم فيها، ما مش فاهم حتى واش راه يدير. نقولوا كلمه سي نور الدين. تفضل. الشريفه تفضل. تفضل. السلطه هذه ما زالت ما استوعبتش باللي الشعب ماهوش باغي الوجوه هذه من 92 حتى البوتريقه، حتى الاخر، حتى 2019. هذه الوجوه اكل ما عطاتنا حتى حاجه اللي تخلينا نثقوا فيه من نوتر فوا. دونك الاحزاب هذه راح تروح اكيد اكيد، هذه الخطره ما كانش راح ينتخب عليها، خاطي اذا شراهم بالكاسكروت كيما بكري. بصح انا نظن باللي هذه الوجوه من 92 اللي راهي بانت، اللي اختفى واللي مازال واللي زاد ظهر، وهذه الوجوه هذه اللي بالاحزاب الجديده راهي كلها اللي باهي يبدلوا الجلد تاع الثعبان برك، البرنوس تاع الحنش راح يتبدل. حنا لازم نوقفوا ضد هذه برك، الباقي راهي مازالت عروشيه ومازالت جهويه. ونتاع الدشره كيما شرحنا وردين، الدشره كاينه عند الشاويه، كاينه عند القبائل، كاينه عند العرب، كاينه عند الوايل، كاينه عند واد سوف في السوافه، كاينه عند بني مزاد، بارتو يستعملوا، كل واحد يخدم شويه الاقرب الاقربين وين يكون عنده منصب. اي مسؤول دارها سواء وطني ولا غير وطني ولا من كان، حنا الوجوه لازم هذه تروح اسمها تتعاقب. يعني كانت تصويره تاع في 99 تاع مقري هو وفرعون، ولا كان اسمه هذاك الوزير هذاك، ولا لوح، ولا ضد بوتفليقه في العهد الاولى، وفي العهد الرابع معه، افهم انت؟ من هو؟ وكاين ثاني سؤال. مقري ايه عدة تصوير انا. غلط 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 في حسابك. والله من بعد نبعث لك تصويره في الغرق. يا الاخ هما شاركوا في الحكم، شاركوا في الحكم من انا روح تفضل. اصبر نهضر معك. شوف احنا ما كناش نهضروا على هذا الشيء هذا اخ نور الدين. اصبرني. شوف كاينين حوايج اللي هما يطلبوا معلومات، تما كاين امور اللي يطلبوا معلومات كي تكون تتكلم في موضوع، خاصة لما يتعلق بامور تاع احكام. احكام لازم واش حكم عندك. مش حكم تصويره مش حكم تصويره. اصبرني نكمل لك الوجه نتاع النظر تاعي ومن بعد نسمعك واش راح تقول. انا نتكلم بصفه عامه، ماشي نتكلم عليك انت. مرات قلت لك على انسان كيكون هو مثلا يريح يدير حكم على شخص، على قضيه، على المهم، هو لازم تكون عنده معطيات. مرات كيكون مثلا واحد انسان ثاني يكون يدير في تحليل، لازم تكون عنده معطيات. ثم التحليل هذا مش هضره، قال مثلا واحد راهو تذوق مثلا غدوه كي تكون انت مثلا حاب تدير انت تحليل نتاع ماده تحطها قدامك، يكون هذاك الانسان المحلل راهو عنده دير دراسه ولا دير على جال باش هو يحلل الماده هذيك، ماشي هكذاك برك. مقري دوك الان نعاودو نرجعو للموضوع تاع مقري انا على بالي ماشي قالوا لي والله وسمو كاين الناس اللي هما يحكموا على وسمو على المقالات، والله يحكموا على وسمو على التصريحات ولا كذا. مقري انا على بالي به باللي ضد بوتفليقه، على بالي به باللي ضد بوتفليقه، بصح هو يدير في السياسه والسياسه هذه يقولوا باللي فن الممكن. درك كاين اللي هو راهو عنده خطاب سياسي، كاين اللي راهو درك هو لا استراتيجي نتاعو ما يطلقش، كيما نقولوا ياخذ ويمد، يمشي خطوه للامام ويفريني، يمشي مرات زوج خطوات، مرات 10 خطوات ويفريني. وكاين اللي هو جايبها ديريكت، يدخل راسه في الحيط. درك هادو ديجا هما الفكر نتاعهم هما مبني هكذا. تروح انت دوك تعاود تشوف المواقف نتاعهم، راها درك من البدايه نتاع التاسيس نتاع حركه حمص
دخلوا في الحكومة، دخلوا في البرلمان، دخلوا في الولايات، دخلوا في البلديات، مرات يحققوا مكاسب، مرات يخسروا، مرات كذا، ومازالوا مواصلين. عندهم درك هما مبادئ، عندهم درك هما قابلين مشروع. أنا شفتهم، شفت أحزاب سياسية. أحزاب سياسية عندها مشاريع تتفق معهم ولا تختلف معهم. دوك أنا كي راني نتكلم لك ما رانيش ندافع لك عليه، والله راني نشرح لك، مانيش ندافع عليه، راني نشرح لك في كاين أشياء، باسكو هو ما راهوش معانا. تروح مثلا أنت لويزا حنون تلقى عندها مشروع، مشروع سياسي، إنسانة مناضلة، تتفق معها ولا تختلف معها مشكلتك. واسم الأخرى كيف كيف. شفت مثلا أنا عندهم، أنا عندهم برنامج سياسي، عندهم رؤية، عندهم اقتراحات، عندهم بدائل، وقادرين، كاين منهم من بين الأعضاء أظن حركة أمس، والله تحطه في البرلمان تلقاه، تحطه في الحكومة تلقاه. مي كاينين ناس لا عنده قاعدة شعبية، ولا عنده مشروع، ولا عنده رؤية، ولا عنده بديل، تلقاه يبلبل في القناة الفضائية ما عنده والو، وتلقاه حتى يلوك في عبارات خاطيته، تلقاه يهز لك عبارة نتاع واحد يهزها، والله حكمة نتاع واحد يهزها، والله كذا، وتلقاه حاط روحه سياسي ومن الكبار. مقري فيما يتعلق بوتفليقة أنا على بالي، على بالي به باللي ضد بوتفليقة، بصح يناوروا، معليش متفقين متفقين والله متفق معك. الاخ نور الدين اسمح دقيقه برك الشريف والله غير خلي دقيقه خلي برك عيسى الشريف خلي عيسى خلي عيسى دقيقه بنور حبيت نصحح واحد الامر لنور الدين باش من بعد نتكلم. احنا ما نتكلموش دوك الا انسان، الانسان اون ديريكت اون ديريكت كان يقول نحن ضد خروج الشعب للشارع والعاقبة تاعو لا واش راح تصرا والشعب كذا وكذا. غدوة الشعب خرج ومن بعد هو خرج مع الشعب ومن بعد هو غير رأيه وخرج مع الشعب. هو كان يناور ومن بعد غير، ما يجيش دروك يقول له حتى انا امرت غير رأيه من واه. هو ذوك انت راهو هو مثلا اسمح لي هو قال حنا شريف كمل لك العباره اسمع رانا الاخ من بعد كي تروح العباره هذه خلاص تولي ما تروح لك الفكره صحيح. شوف هو راه كان خايف من الانفلات نتاع الوضع، ما صارش الانفلات اللهم بارك. ما فهمتنيش شوف اسمح لي خليك اخ دقيقه درك انا سياسي راني ناور مع سعيد بوتفليقه، قلت بفمي بعظمه لساني قلت انا لا الخيار تاعنا ماشي هو الخروج الى الشارع، لان ما نعرفوش واش راه يحدث، وتعرفوا تتطور الامور وتصبح في كارثه وكذا وكذا وصراو امور. انا سياسي، هذا هنا الحد، هنا الحد، هذا القول مقبول لانه بدته ماهوش حايب الناس تخرج في الشارع ترى كاسمها اصطدام وصرا مشاكل. هذه انا نوافقه، انا نوافقه ورايه نوافقوا ونرأيوا، بصح كي يخرجوا الناس للشارع ما تجيش انت اليوم تقول حنايا امرنا كل 24 48 ولايه ان يخرجوا مع الحراك وبعدنا لهم وقلنا لهم وحنا خرجنا الاولين. قول انا كنت ضد الحراك، قدر ضد خروج الشعب، لما شفتو خرج وكان هدوء وما كانش فيه خطر انا خرجت معاهم كمواطن، لان ما كانش حل سياسي. انا نجي بوصلوا راسه حبس تب. خلوني نقول كلمتي، خليني نقول كلمتي ساعة قبل ما تروح الفكرة برك، قبل ما تروح. اسمع انا متفق معاك اسيدي، متفق معاك. حزب سياسي ناور يلعب كل شيء بصح، اسكو في 25 سنة هذه والله في 20 سنة هذه الأخيرة في دخلوا الحكومة ودخلوا البرلمان ويا الخمسة اليدوية وش قدموا هما وش قدموا؟ انا عييت نشوف حزب دار مشروع يا المناضلين ارواح روحوا نغرسوا شجرة جامي. انت مؤتمر يتجملوا فيه في صالة ما قدروش يديروه وتقول لي ناور، هذا خلينا من انا كي نرجع اسمع ما خلاهمش. دونك ما كانش ديمقراطية، وش ندير بهم مال الاحزاب هذا؟ ايش دير بهم؟ احنا عطينا له الاعذار.
انا نزيد صافي نحكي لك على نفسي يا نور الدين، على روحي انا. من نهار بدا الحراك الاول ورحنا للسفاره وندبنا وعيطنا وهزينا التصاور وكتبنا، بصح كنت خايف، فريمون خايف على الجزائر، خايف على الخروج هذا، لانه خروج ملغم كان ومازال ملغم. من نهار سمعنا القايد صالح، القايد صالح على الناس وقفت معاه على كلمه واحده، انه قال ولا قطر الدم. مشينا معاه كل شريف ما عجبتوش الكلمه هذه، قال لك نو سي بول. يا خويا انا دخلت لي في المخ ولا قطره دم تسقط. دركا رانا رايحين عاد دي فيها الدحدوحي وعاد فيها التهديد وعاد فيها الانتقام. يشتم في، والله اسمع يا سي عيسى، هو كي قال ما طاحش قطره تاع الدم ومشيتوا معاه، خلاص عطيت له الحبيله، ربطتوا ما بروحكم عطيناش بالحبيله. الحبيله، هي اسمح لي اسمح لي، هي احنا من كنا المفروض، خايفين على اسمع، الجزائر. لا ما تخافش على الجزائر، هي من المفروض، اه لا قول لي، اسمع هكذا كانوا يقولوا لنا، هكذا كانوا يقولوا لنا نتاع الفيس، يا وهكذا كانوا متخبيله يقولوا انت لنا يا نتاع عيسى، لافالين، والله العظيم الشريفة، والله العظيم كانوا يقولوا لنا هكذا. انت عيسى اسمع، انت عيسى شوف اسمح لي، واش هو دور الجيش ودور الامن؟ دور الجيش ودور الامن هو الحفاظ على امن المواطنين وحفاظ على امن البلد، ما يجيش هو هذا كي يقول ما لك يكونش طرف ثالث، كي ما يكونش طرف متحكم فيهم طحنهم جميعهم، كي ما يكونش الطرف الثالث هذاك اللي طحننا جميعنا. هذاك النهار تقول لي يا خويا الجيش انت مسكينه وتحت لوردر، انت يطلق كي يجي كولونيل ويقول له دير يدير، وش بيكم هذا تحسبوا فيها ارواح وخلاص الجيش هذا يخرج؟ اي ناس باغيه تغير ما قدرتش، ما لقاتش الشعب الصحيح، ما لقاتش الرجالات المدنيين، سورتو المدنيين كلهم منافقون، كلهم لا انتهازيون. لا 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 نعتر لا اللي لا كانوا في السلطة، اللي كانوا يهضروا في السلطة، لا اللي كانوا في السلطة كانوا ينافقوكم، كيف كنتوا تحكيو كل واحد على مصلحته الشخصية يدخل لك بالوطنية. انا فيها 2021 أسخنت ما زلنا نهضر، رأي لا لا زيتون بتاع الصباح. 2021 ما زلنا، انا ما زلت عندي، راهي عندي 39 دقيقه، يسمى العشره بالعقل علينا، غير عشر. بالعقل علينا، بالعقل. اسمع هاني بالعقل عليك، انا باغي تفهم حاجه. الشريف او نور الدين الشريف هكذا ومش عنده. اسمع الشريف الشريف شوف نور انا الدين يأيدني في هذه، احنا عشنا المرحله شوف دقيقه بدقيقه ليله بليله، سواء من 89 ل 99 الى يوم خروجي. ده نهار خرجنا ما نعرفوش من يقتلوا من، نهار خرجت من الجزائر 99، وش بيك قعدنا راح نرجعوا لنفس العقليه، نفس التهديدات، والاخر كل واحد بنقرينا منهيه، هذاك منهيه، هذاك منهيه، هما كلهم متفاهمين على ريوسنا. خلينا من عزلينهم نحيوهم وخلاص، يخرجوا من كل بلاصه مجموعه تقود كيما الناس دارت الثوره في من دوار. احنا عندنا الفيسبوك، عندنا التويتر، عندنا النعي والبردعي، والناس دوك ما تفهموش على جمله، على عريضه، على مطالب، ما كان لا انكادرومون، المثقفين خايفين، هذا هو خايفين من تحمل المسؤوليه، كل الجزائريين. خلاص انا ما اضرب قارو، اضرب قارو، راني يعني نتكيف والله، راني برد خلاص، راني تفضل. والله يا لك شريف كلمة اخو اخويا، نورتين، يا شريف لك اخويا، راهي رانا خايفين الدم، برك خايفين من الدم، ماني خايف من حتى من واحد، ماني خايفين اسمع حتى من واحد، راهي كي تخلط ما تصفاش يا شيخ. يا ودي خلي الكلمة نور الدين، الكلمة نور الدين، تفضل أخ نور الدين. تفضل تفضل انا خلص. شوف نقول لك، انا كنت نحكي على القضية نتاع وش اسمه، تفضل. والله تاع مقري والاحزاب. مش عاود بحر ايوه بحر. اسمه، لا 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 لا، راني نسمع فيك، نسمع فيك وراني نتبع في الموضوع. شوف قلت لك القضية نتاع واسمه نتاع مقري، جبت انت واحد واسمه، قلت انت باللي تسمى قال باللي حنا، وحنا انا سمعته بالك انت الاخ شريف، ممكن بالك لا، عاد كاينه بعض الامور كيما نقولوا، ممكن بالك غايبه عليك، غايبه عليك بالك، لا ربما ما تبعتهاش الكل.
خطر مرات كشغل واحد حلقات، فهمتي؟ ايه كشغل نعم حلقات، كشغل انت تفوت لك حلقة، ما من بعد ما تفهمش الموضوع. هو مقري تسمى هذاك الجواب تاعو، مش للشعب، الجواب تاعو لأحزاب بعينها. كاينين اللي هما في البداية نتاع الحراك ما خرجوش. هو كان يقول باللي تسمى الخيار تاعنا ما هوش خيار الشارع، يعطيك الصحة. خيارنا هو خيار الحل السلمي التوافقي، ومازال مؤمن به ايه للبصر. خلاص ايه موافقك انا. هو كي خرج الشارع هو يعتبر نفسه من الشعب، خرج الشارع. دوك الناس اللي هما ولاو حبوا كأنهم هما يستأثروا ما يستأثرش الأخ نور الدين، ما لا لا، يستأثر. كاين شوف قضية الأخ تاع نور الدين، المانيبيلاسيون. الأخ نور الدين ما يستأثر، ما يستأثر. شوف باش شوف نقول حاجة، أنا من عندي اسمح لي باش نقطع لك كما يقولوا في البلاد، نقطع لك كلامك بالعسل. أنا من عندي لو كان هو جاء إما ما تكلمش على القضية هذه، ولا قال لهم نعم أنا كنت ماشي الخيار تاعي هو الخروج للشارع، وأنا كان الخيار تاعي الحل السياسي التوافقي كذا وكذا وكذا في الندوة الصحفية. من بعد يقول بلي أنا كي شفت الشعب خرج والحمد لله بسلمية، أنا قررت نادي الأتباع وأتباع الحزب تاعنا أنهم يخرجوا، وخرجت أنا معاهم، خرجت معاهم. ما يقولش من الأولين وإحنا قلنا وبعتنا مش هكذاك. اسمح لي، مش هكذاك الأخ نور الدين، الأخ نور الدين، الأخ لك نور الدين، الأخ نور الدين. أنا على بالي باللي هو لو كان يسمع واش راني نقول يقول لا بلي عندي الحق. علاش؟ لأن فقد المصداقية كي قال هذاك الكلام. كون قال أنا كأن كالمواطنين خرجت مع الناس لما شفت ما كانش فوضى، أنا خرجت، أنا ضد الفوضى. الأخ شريف، مش هكذاك. شوف يا اش راه، انا اسمح لي، ودي ويتلاعبوا. ما اسمح لي، دوك قضية نتاع الرؤى، كل انسان راه نعم الرؤية نتاعو. انا هذه رؤيتي يا اخويا، ايه هذيك انا ما رؤية، مك... وهذاك فهمك، وانا عندي رؤية وفهم اخر، وعيسى كيف عنده ايه رؤية ايه وعنده هذه فهم. هي هذه هي هو شوف، ايه ايه هو قال، سمعته انا ما رانيش ندافع عليه، راني نشرح. ايه هو قال باللي في القضية هذه نتاع الخروج للشارع ماهوش خيار تاعنا الشارع، نعم مش موافقين، خيار، موافق سمعتها خيار أنا. نتاع الحل السلمي التوافقي. هي بدأت درك ما دام درك هذه السلطة هي قررت أنها ذاهبة على جال باش دير العهدة الخامسة، وخلاص داروها وكملوا، داروا المجلس الدستوري وقرروا على جال باش يروحوا يديروا الانتخابات. حتى هو كان من المترشحين، راهو ترشح ومن بعد قاطعوا الانتخابات، راهو خرج وانسحب. ايه، ومن كي بعد ترشح هما، بوتفليقة انسحب هو. ايه من بعد درك هما، باسكو على بالهم باللي واسمو كيما نقولوا اللعبه مغلقه. ماتش مبيوع. ما دام هو ترشح باش يفوز. بيان سور ما يترشحش باش يخسر. ايه، ما دام دوك خلاص، ما معناتها باللي اذا كان دوك اصحاب القرار في البلاد فوتوه قرب بوتفليقة. صبح. دونك درك هو نزلوا للشارع، نزلوا مثل الشعب. هو ما راهوش يقول باللي انا نزلت للشارع وانا الاول وانا كذا. قالها اي بصح، انت خليني نكمل لك العبارة سيدي. يا وقالها هو لا اله الا الله، لا إله، كمل وروح. هو راهو ردا على هذا الناس اللي راهم يقولوا هما دوك على بعض المواقف نتاع واسمو. هو حب يقول لهم باللي ايه، احنا خرجنا للشارع من الايام الاولى، انتوما ما كنتوش حتى مؤمنين، رغم انني انا لم اكن ايه مؤمن
بالنزول للشارع، ولكن نزلت للشارع وكنت في الصفوف الأمامية. انتم ما كنتوش ما تجيوش درك تعطيونا الدروس، هذا هو الكلام تاعو. ايه قالوا ما بقوش داروا اللي بقاك، ها ما بقوش داروا اللي على بالك كيف؟ يا ودي، خرج مع الجماعة تاعو صور روحه ودخلوا الدار. هذيك انا قلت لك بلاش، هذه الناس كراهم يديروا فيها، ايه فهمت؟ دي والله. بن بيتور نزل للشارع، وبن فليس كن نزل للشارع، وكن نزلوا للشارع. ايه دونك اوتوماتيكمون، لو كان قال باللي هي من المفروض، من المفروض قضية خروج في الشارع ما يجبدهاش كاع. المهم يقول انا اليوم خرجوا الناس في الشارع، انا خرجت كمواطن جزائري عادي، خرجت وخرجت وشفت باللي السلميه، خرجت مع الناس السلميين نشجعهم وخرجت معاهم، خلاص لا تحبست. هذا ما كان نور الدين بالعقل برك، بالعقليه برك، وكل الاحزاب هذا واش نستناو منهم؟ نحسنوا لنا والو، واش معناه لا احنا واش نستناو منهم؟ واش هما يستناو منا؟ واش نستناو والو، احنا منهم؟ انا ما استنى منهم والو. انا نعرف باللي هو باش هو يقدر يعيش ويضرب الكوستيم ويركب في السياره لاباس بها، لازم يكون عنده ناس في البرلمان باش يخلصوا، باش يعمر الجيوب تاع الحزب ديالو. انا على بالي بها، وعندهم الكوطه، هذا هو البرلمان لازم الكوطه باش يدخل فيها دراهم، لانهم عندهم مش التمويل القليل، وباش هو يقدر. هذيك هي العولة وقال عليها ايه بصح. انا خلينا نروح نجاوب، نعرف رؤيتك دوك، نعرف وش تقرا. انا دوا رايتي باغي نور الدين دوك، انا باغي يقول لي وش نستناو من هذه الاحزاب المعروفه اللي النظام متحكم فيها، ماكله معاه يا ويدي حبي دراهم، وش نستناو؟ وش نستناو منهم؟ وش هو المطلوب منهم يا ودي؟ وش لأنه شوف نقول لك، اسمع، هما هذه الاحزاب السياسيه هادو احنا رانا هضرنا عليها مرارا وتكرارا وتكرارا، نعم، من سنوات احنا نتكلموا. وي هادو درك منهم هما اللي راهم داخلين هما في اللعبه نتاع النظام. هي بدات هما خلاص، راه ولات كشغل الروتين. يعطيك الصحه. عندهم درك هما راهم عندهم مشاريع، عندهم برامج، حتى هما درك هاد الاحزاب راهم في المده الاخيره، لا سيما من 2011 منذ ظهور تاع الربيع العربي، كاينين هما راهم طوروا كيما نقولوا في الافكار تاعهم، وربما داروا شغل ميزاجور، فهمت؟ لكن مازالهم في نفس الوسم تاعهم، بمعنى انه درك هما رايحين يدخلوا في البرلمان، عندهم كيما قلنا احنا هذه قضيه تاع العوله، هذه حقيقه. اي وي حقيقه، هو انه يديروا العوله للخمس سنوات اللي راهم جايين. رايحين يديو الاغلبيه، ما يديوهاش، بالتالي ما كان فيهم حتى واحد راهو راح يطبق البرنامج نتاعو، بل بالعكس راهم رايحين يزيدوا فوتو فرصه على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري راه جاتو الفرصه في ظل هذا الحراك، جاتو يحاول هو انه يدرس الوضع، يدرسه بواقعيه ويخمم للمستقبل نتاع الاجيال، وينظر للوراء، يشوف ماذا وراءه من تركات ومن تبعات. شوف وش صرا في الجزائر منذ الحرب نتاع الحرب التحرير، الفتنه، الانقلابات، التنازع، وين راهو ادانا، وينظر النظرة المستقبلية، بحيث هو أن الناس كاين أشياء اللي راح عجزت عليها السلطة، كاين أشياء اللي راح عجزت عليها هذه الأحزاب. يحاول درك من خلال هذه الشرائح اللي راح موجودة في هذا الحراك، من خلال هذه الفئات، يحاول هو أنه تبرز طاقات. إذا كان درك هما راهم هما ساهموا في تكسير هذا اللحمة وفي تكسير هذا الحراك، الحركة راه جاتو الفرصة دوك على جال باش هو يتأطر. لما يتأطر الحراك ويخرج بكيما نقولوا قيادات
على مستوى الولايات وفي الخارج، ويقدر هو فيما بعد بالمستقبل لو كان دوك مثلا تدخل الناس في انتخابات شرعية، تقدر الناس فيما بعد تأطر الحركة، وتقدر فيما بعد هو أن الناس تساهم في وضع لابنة، في وضع معالم للمستقبل هذا القريب. وكان غدوة دوك مثلا تخرج الناس على مستوى الولايات، رايحين هما يقدروا دوك مثلا هذه الأحزاب هو أنه يديروا قوائم، إلا داروا هذا اللي راهم رايحين يساهموا. حنا هنا شفناهم في انتخابات فاتت، هو أنه قال مثلا هذو الأحزاب العلمانيين يتحالفوا مع بعضهم، هذا الأحزاب اللي عندهم هم التوجه الإسلامي كيف كيف يتحالفوا مع بعضهم. أنا شفناهم في القائمة هذيك نتاع الخضراء والله كيفاش يسميوها، والأخرين القائمة الحمراء والأخرين القائمة الصفراء، ولكن فيما بعد أفرزت نفس ال هو منظومة. راهو هو راهو الشعب. الشعب في 91 نهار اللي كانت كاينة انتخابات حقيقية، الشعب راهو أفرز 3 تيارات موجودة في البلاد، والتيارات ما زالها موجودة نفسها مع اليوم التغير تاع الأسماء والأشكال، لكن التيارات ما زالها هي نفسها. وفي 91 خرج تيار كاين توجه إسلامي، كاين توجه وطني، كاين توجه علماني، ما كاينش حاجة واحدة أخرى. هذو هما التوجهات 3 اللي مازالهم موجودين. دركا غدوة رايح تدير انتخابات بنفس الشكل، لا تهم الأسماء، هذه حزب جيل جديد، ما على باليش أن جبهة الجزائر الماضية، جبهة الجزائر تاع المستقبل، جبهة الجزائر تاع درك، الأسماء لا تهم، رايح يخرجوا لك نفس الوجوه الوجوه العقلية، نفس التركيبة، رايحين يخرجوا لك. دوك حنا إذا الشعب الجزائري وهذا الشباب اللي هو كافر بهذا المنطق الأعوج هذا، وكافر بهذه العقليات، وحب هو على جال باش تخرج الجزائر من الأزمة نتاعها، فرصة هو أنه هذا الشباب هذو يبتعدوا على المنطق نتاع العروشية، منطق الجهوية، وهو أن الناس تفكر بمنطق نتاع المصلحة العامة. يا خويا انت دوك تحوس على جلب باش انت تجمع، قال دوك غدوة مثلا في تيزي وزو ما يمشيوش بمنطق نتاع الار سي دي والماك والاف اف اس، يمشيو بمنطق وطني. قال غدوة مثلا في منطقة في تيزي وزو يقدموا مثلا مرشحين من توجهات مختلفة، واحد عنده قال مثلا توجه إسلامي، واحد عنده توجه وطني، واحد عنده توجه علماني مثلا. المنطق هذا هو نفسه رايح يطبق في غردايا، يطبق في غردايا، يطبق في غردايا غدوة. درك هما رايحين من خلال هذاك الناس اللي راهم رايحين يتقدموا، رايحين غدوة يكون هناك توافق في هذا الإطار هذا نتاع القوائم، غدوة هذا الناس هما يكونوا يمثلوا الحراك، يمثلوه بهذا الوسمو. وتشوف الناس ما بعد كل انسان راهو عند كل منطقه راه عند الخصوصيه تاعها. قال لك مثلا غدوه مثال، قال غدوه مثلا في بشار، اصحاب بشار اللي هما قال مثلا عندهم الغالبيه من التوجه الوطني، راس القائمه يكون من التوجه الوطني. غدوه قال في تيزي وزو قال مثلا راس التوجه العام، قال توجه علماني، يكون راس القائمه ذو توجه علماني. وتتفق الناس، تتفق الناس من أجل تقديم المصلحة العامة ومن أجل خدمة الوطن. غدوة درك غدوة انت فيما بعد انت راك تجمع على المستوى الوطني، رايح تلقى فيما بعد هذيك التكتلات موجودة عندها تمثيل شعبي. قال لك كيما كنت نحكي لك انا، قال مثلا غدوة قسنطينة ما على باليش انا، قال عندها توجه إسلامي، يكون رأس القائمة عنده توجه إسلامي. غدوة راح تلقى فيما بعد انت هذيك التشكيلات على المستوى الوطني، تلقاها في البرلمان أولا عندها تمثيل شعبي، عندها قاعدة شعبية، ورايحة فيما بعد غدوة هي تمثل الحراك، ويبقى الحراك راهو موجود وراهو يراقب ويردع. وغدوة هما قادرين درك غدوة انت يعود عندك نواب في البرلمان،
لا يهم العدد نتاعهم، اذا كان قدرت انت تدي الاغلبيه فبها ونعمه، لكن ما تستعرضش العضله تاعك، باسكو الانتخاب حاجه واحده اخرى، الانتخاب مش الشارع. قادر تخرج معاك دوك انت راهو الشارع راها معاك 100 ألف، ولكن غدوه في الصندوق تلقى 1000، فهمت؟ الشارع موش ما تديش به الشرعيه، الشرعيه في الصندوق، صندوق على بالك باللي راهو يمشي معاك واحد وراهو ضدك. غدوة انت كي تدي انت اغلبية، الا ديت الاغلبية اللهم بارك، ما ديتش الاغلبية تكون عندك على الاقل كتلة، قال غدوة مثلا انت تكون عندك انت 100 نائب، 100 نائب غدوة تصنع بهم ضجيج في البرلمان. تقدر غدوة قال مثلا من خلال هذه الكتلة تقدر تفرض قال مثلا تحالف، تحالف قال مثلا مع قوة واحدة اخرى باش تشكل انت حكومة، وفيما بعد تخدم انت للرئاسة بنفس الشيء. غدوة قال مثلا نفس الشيء، قال تترشح قائمة فيها مجموعة، مجموعة من الناس، قال مثلا واحد توجه علماني، واحد توجه إسلامي، واحد توجه وطني، واحد عربي، واحد قبائلي، واحد شاوي، واحد ترقي، مجموعة نتاع 8 ولا 10، وتبقى تمشي الناس بنفس القناعة اللي اسمه للجزائر الجديدة هذه. مش بالضرورة هو أنك أنت وتبقى أنت راك في الشارع، تبقى انت راك في الشارع راك تطالب الى غايته هو استعادة السيادة الوطنية. تبقى انت غدوة، انت لو كان دوك مثلا هذا المرشحين قال لك مثلا غدوة هما في الحكومة صار عندهم قاعدة شعبية، وغدوة انت مثلا عندك راهم ناس في البلديات وفي البرلمان، تراك انت تغير، تغير بشوية بشوية حتى انت تجسد التغيير وتجسد المطالب نتاع الشعب. غدوة انت كي يكونوا عندك ناس في الحكومة وناس في البرلمان ما يكونوش عندك انت هذو المعتقلين، حتى اذا كانوا عندك معتقلين غدوة راه عندك وسائل الردع، عندك وسائل الردع غدوة في الحكومة وفي البرلمان وفي الاعلام والشعب وكل شيء، وتمشي الناس واحدة واحدة. اما هو انك انت تخلي لهم الساحة او تقاطع، خاصة المقاطعة في هذا الوضع، هما رايحين يفرضوا الامر الواقع نتاعهم، هذه الأحزاب رايحين يمشيوا، إلا كان أنت درك خليت لهم الساحة راها رايحة فيما بعد تولي كوطات، ونعاودوا نرجعوا بنفس تركيبة بوجوه واحدة أخرى. رايحين درك هما في الأفلان، الأفلان رايحين يرشحوك درك هما عمار سعداني، رايحين يرشحوا لك وسمو، رايحين درك هما في الولايات، درك تشوف شباب في ولايات مختلفة، تشوف شباب، وراح تشوف انت في القوائم الاخرى كاينين الناس اللي راهم درك قال مثلا في الافلان ما لقاش البلاصه نتاعو في الافلان، يروح يترشح في جيل جديد، هذه ما لقاش في البلاصه نتاعو في الافلان يروح يترشح مع امس، وتلقى غدوه درك نفس التركيبه لما تخلي لهم انت الطريق رايحين هما غدوه يديو البرلمان، وكي يديو البرلمان يقول لك اخويا هاك تشوف دوك خدموا الانتخابات الرئاسيه وزيدوا جيبوا بك 5 سنين واحد اخرى. ولا هذه بعد قطعها، هذا التحليل، هذا التحليل، هذا اقطعوا وانشروا هذا التحليل الاخير، هذا هذا ما كان انشر غير هذا، ما تقدر ما تنشرش كل شيء، بس قول لي لا هذا سيرتو، هذا التحليل تاع علماني اسلامي وطني، سي ان بون اكزومبل. وي بيان سور. سمعت هذا المقطع، هذا قطعوا حتى نحينا احنا، خليه وي غير الضابط. نحينا بيان سور، ما نحينا كاع. بصح هذا المقطع هادي. مهم مهم، مليح مليح بيسك لا عليه اسمع الاخ نور الدين، لو كان الشعب. جاوي الاخ نور الدين كان جاوي صمتو، هذا هو الطريق. على بالك علاه، راحت لي الفكره والله راحت. على بالك نو، هذا كان يتفكر. اسمع، على بالك الشباب دوكا باغي يغير، وي عنده حماس، اراده، ما وعي. هي بصح صح، الكيفية اللي يجي بيها ما قدروش يلقوها، هاو المشكل. كان الشباب لو كي تقول لي انت لونكادرومون، حنا الحراك تحرك بشعبية وبعفوية وبمطالب حقيقية، بصح من بعد تلقى الناس مش ما لقيتش كيفاه تلقى الناس اللي يجي يقولوا له انت خاطئ، اللي يجي يحاوزوه، اللي يجي يعيطوا عليه،
دونك الناس ما لقاتش كيفاه الكيفيه اللي تلقى لونكادرومون، تلقى الناس باللي تمثلها تمثيل حقيقي بغض النظر على الاحزاب، بغض النظر نهضروا غير على الناس اللي شاركت الحراك وباغيه تبدل. صح، هذه يا ودي شوف الكيفيه نقول لك، تاعك اسمع تاعك عطيت هما شوف كيفيه مليحه. اسمع هما دور كيف الحراك، كاينين الناس اللي هو ما يخدمهمش هذا التمثيل، باسكو هذا الناس ما همش يحوسوا على الحلول في البلاد. كاينين الناس اللي هما راهم يستعملوا في هذا الحراك من اجل الضغط بهذا الحراك لتحقيق مآرب شخصية ولا مآرب فئوية، على بالهم باللي هما بالانتخابات ما راهمش رايحين يديو، فهمت؟ والحراك هذا مفهومة. دوك، اصبرني، الحراك هذا دوك هما كاينين اللي هما راهم يدخلوا فيه بشكل منظم، ماشي كيما دوك مثلا انت تروح تدخل في الحراك وحدك، حتى إذا كان راهو عندك بروجي، حتى إذا كان راهم عندك أفكار، رايح تلقى تدخل أنت الحراك تلقى روحك منبوذ في الحراك. هما يدخلوا بشكل منظم، تلقاهم درك مثلا هما في مجموعة يدخلوا لثما يتفاهموا ألافونس من أجل حمل شعارات ولا من أجل ترديد أهازيج. وهما فيما بعد كاينين الناس اللي هما يهزولك كيما دوك انت مثلا هذا المقطع اللي كنت تكلم عليه، يهزولك هما المقطع هذاك والله مثلا قال مثلا لافتة. وكاين الناس اللي هي تشوف الحركة هكذاك، يحسبوه باللي الحركة هذاك راهو وكل مع هذاك الجهة هذيك وهي لا. ولذلك على الشباب هذا ما يخليو لهمش الفرصة، إذا كان خلو لهم الفرصة راها رايحة تزيد تضيع، وراهم رايحين يزيدوا يخسروا سنوات سنوات من التضحية وسنوات من النضال. وهذا الناس كاين اللي راهم دوكم راهم رايحين يدخلوا للبرلمان، رايحين يبيعوا ويشريوا كيما موالفين، فهمت؟ هما دوك كاينين الناس اللي راهم يمشيوا مع السلطة، السلطة ما راهيش رايحة تبقى، راه راح يعني يجيو ناس واحد اخرى، تجي حكومه واحد اخرى، وبوتبون ما راهوش قاعد، وفيما بعد تبقى الناس في نفس اللاشين هذيك دور، ايه تبقى في نفس نفس الغنية. اللاشين دور. اذا الناس تحوس على التغيير، لازم هذه هاي الفرصه، بحكم هو ان دوك مثلا قال درك هذا الحراك ما راهوش مؤطر، تدخل الناس فرصه لتاطير الحراك عن طريق الشعبي. باسكو دوك انت لو كان دوك مثلا انت تروح انت تهز مجموعة وتقول لهم دوك احنا الممثلين انتوا عباتنا، تلقى ناس في الطريق يقولك برا، ما تتبعني ما نتبعك، ما تمثلني ما نمثلك. وكاين كيما كنت نقول لك انا الناس اللي هما ما يمثلوش هذا الحراك، وكاين الناس اللي هما التمثيل ما يخدمهمش. لكن غدوة انت لو كان دوك مثلا يترشحوا مجموعات، قال مثلا قوائم يقدموا مثلا يخليوا خيار للشعب يتقدموا بثلاث قوائم من هذا النوع اللي كنت نقول لك انا، قال لي راعيوا هذا الوسم التمثيل هذا نتاع التمثيل الوطني والاسلامي والعلماني وكذا، يراعيوا هذه المسائل هذه، ينظروا لها ياخذوها بعين الاعتبار ويقدموا ثلاث قوائم، وانت عندك خيار. القائمة هي اللي تفوز، هي اللي تمثل الولاية، تولي هي ذوك غدوة شعبية، قال هذا الناس يمثلوا الولاية نتاع البرج نتاع البرج نتاع باتنا نتاع قسنطينة نتاع عنب نتاع أي ولاية واحدة أخرى. وفيما بعد غدوة ذوك على المستوى الوطني كي يطلعوا ناس ممثلين نتاع برلمان يصيروا يعرفوا بعضهم البعض، قال نحن مؤمنين بالحراك، ها هي قائمة الحراك، ها هي قائمة كذا، يعطيوا لها تسمية كذا. وفيما بعد هما يكونوا ناطقين رسميا بالحراك، غدوة قال مثلا في حالة اعتقالات، في أي حالة يقدروا هما يتقدموا يرفعوا الغبن، يرفعوا الصوت، يطلعوا الانشغالات، يرفعوا المعاناة نتاع الوسمو، راهم مع الوزارة مع الرئاسة مع الإعلام كذا. وهذه هي، والأمور تمشي واحدة بواحدة. غدوك يكونوا انت دوك مثلا عندك، انا قلت لك انا كتلة قاوية
تقدر انت فيما بعد انت تفرض اشياء، تفرض قوانين، تفرض قال لك اكزومبل برك غدوه لك مثلا هذا الموضوع، مثلا انت هذه انت سحب الجنسيه، وغدوه انت تدير مساءله للوزير في البرلمان، فهمت؟ وتكثر عليه الحس في القنوات الفضائيه برا في الشارع، وتكون الامور تخدم تمشي مع بعضها. اما هو انك انت تنسحب وتخلي لهم انت، هما راه ماذا بيهم عجل باش تقاطع الانتخابات، هاك قاطعت في الدستور، مروه ولا مروش؟ مروه. ودركا كنت غدوه تقاطع، رايحين تلقى غدوه البرلمان. انت ادخل لازم تكون تعبئه شامله على مستوى الوطني، وتفرض الناس داخل البرلمان. ما تديرش في بالك باللي راهو غدوه راح تدي الاغلبيه، هاني يعني قلت لك باللي راهو درك انت الناس اللي راهم موجودين في الحراك، موجود فيه الشرطي، وموجود فيه اللي نتاع الامن العسكري، وموجود فيه الدركي، وموجود فيه البلطجي، وموجود فيه كلش. الحراك هذا ما راهوش كامل، راهو اسمه شعب، وراهو كله ماشي في نفس التوجه. ما تخدعش روحك، ادخل. وقلت لك انا ركز على هذا الامور، لانك انت راك تحوس على جل باش تلقى انت مخرج البلاد، والمخرج هذا نتاع البلاد ما راهوش رايح يجي بين عشية وضحاها. كون انت عندك رؤية، كون عندك انت مشروع، ويكون عندك انت بعد النظر، وتصبر وتزاحم داخل البرلمان وفي الحكومة وفي كل المجالات، وحدة وحدة يجي التغيير هذا ان شاء الله. ان شاء الله. اسمع ان شاء الله. اسمع، انا لا وش الحراك اللي حيرني فيه؟ الحراك والله عين القول، ولا يا بالنصبي يا بالفتحي، الحراك او الحراك. اسمع، المشكل الناس كي تهبط للحراك، ولا الحراك تهبط له، ده رايح كل جمعة كما أيها الناس باغي يعيط حتى هو. المشكل لقينا، أنا اللي لاحظته أنا، إنه الناس تصور في بعضها، قال هذوك ها مش مع الصفر اللي ضدهم أو يصفرهم يصورهم، الآخر من هي يعسلك غير كش ما يقولوا علي بالحاج طافي، مش مع الإسلاميين، وقاعدين غير نصوروا في بعضنا حوار صامت، حوار كما نقولوا احنا عقون، الحوار ما كانش عقنين، باهي يتحاوروا كما كنت تقول تاع علماني واسلامي ووطني، ويتلاقاو على نهج واحد. قال اجمع البلاد في خاطر البلاد كذا، رانا في ازمه اقتصاديه وقادرين يحاصرونا، لازم نتفاهموا، لازم نلقاو حل، نلقاو على الاقل رئيس حتى 2025، نخرجوا برئيس مليح، نخرجوا برلمان كما كنت تقول يدافع على الزوالي، يدافع على المحتاج، يدافع على المظلوم، على المحقور، ونمشيو بطاف طاف طاف حتى نوصلوا الرئيس يمثلنا صح في 25 وننطلقوا. بصح حنا هكا ماناش راح ننطلقوا، كاين عراقيل بزاف عراقيل، يعني يعلم بها غير ربي سبحانه. ايوا ما انا قلت لك، يعني قلت لك دوك الناس اللي هما مش حابين الحراك يتأثر، الحراك يتأثر لأنه هذ الناس لاقيين مصلحة نتاعهم في هذه الفوضى. ديك هي بدات، فهمت؟ سواء هاد الناس اللي راهم هما دوك من طرف النظام اللي هما ما يخدمهمش التأثير تاع الحراك، نعم، أو من هاد الناس اللي راهم عملاء يخدموا مع النظام، فهمت؟ والله كاين الناس اللي هما لاقين تجارة هم ماذا بهم باش يبقى الحراك هذا 10 سنوات وبدون تأطير، باسكو راهم يتاجروا بدون فايدة. راهم يتاجروا. حنا ضرب قلت لك جات فرصة لتأطير الحراك نتاع، لو كان دوك مثلا انت تولي في اطار نتاع الاشخاص، رايح تلقى انت معارضين، وتبقى الناس كل ما خرجت قائمه اللي ما لقاش روحه في القائمه يصابوطي، فهمت؟ خاصه من هاد الناشطين هذو. الحل درك، الحل في تاطير الحراك هو التمثيل من خلال
هذه قلت لك أن الدخول بقوائم نتاع الناس اللي هما يقدروا يمثلوا الشعب، يمثلوه من خلال البرلمان ومن خلال المجالس البلدية والولائية. فهمت؟ فرصة لتأطير الحراك بهذه الطريقة، فيما بعد تحسيس والتوعية، ويلتف الشعب حولهم، يلتف الشعب حولهم، ويصيروا هما فيما بعد هما اللي يمثلوا الشعب. ماشي قال لك مثلا غدوة يروح يلحق البرلمان يقول للشعب باي باي. لازم يكون فيها قال تعهد، لازم يكون فيها ميثاق، ويكون فيها قسم، وتكون بالصوت وبالصورة قدام شعب. قال أقسم بالله العلي العظيم هو أن أجسد الوسم نتاع المطالب نتاع الحراك، وأن أكون ممثلا للشعب، وأن أكون كذا وفيا للتعهد، وأعتبر أن النكث العهد هذا يدخل في إطار الخيانة وكذا 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 قدام شعب، ويصير عنده التزام. وفيما بعد باش الناس ترجع ليه. أما هو أنك أنت تخلي الطريق، هما راهين يلعبوا فيها، راهين يلعبوا فيها، وراهين يزيدوا يفوتوا فرصة للشعب تاع التغيير، وما على بالناش فيما بعد الأمور وراها رايحة تروح. قادر فيما بعد تتطور الأمور، لأنه دوك أنت طول المدة هذا بدون إيجاد حل رايح هو يكون تمهيد للعنف. يبدأ الأخ نور الدين، هل راح تقدر تصبر؟ عادي، هما راهم معولين على، هما راهم معولين على هذا الشيء. إيه؟ هذا هو اللي خايفين منه، وهذا هو اللي راهم يخوفوا به الشعب. لا نقول لك علاش الأخ، نقول لك علاش هما معولين على هذا الشيء، لأن الحراك في 2019 حتى 2020 كان سلمي، أولا كان سلمي وما كانش فيها الخلوطة بزاف، وكانت الناس تدعو بالسلمية وترفض عيبه شعارات، حتى ولو شعارات كان في بعض الناس في بعض الاحيان انسان ربما ما يقبلهاش، ما ماشي وقتها ماشي امر بصح الامور كانت تمشي، ما كانش في هناك عنف. اخر مسيره وقع فيها شويه عنف وهي مسيره السبت 14 مارس، وقع فيها شويه عنف من طرف الشرطه، ما حبوش يخلوا الناس يمشوا بالسبت، اول سبت خرجوا فيها والشرطه دخلت بدات تضرب في الناس، وانا كنت حاضر فيها. علاه وعلاه السبت؟ خاش هذاك الوقت حبوا يزيدوا الجمعه والسبت، حبوا يزيدوا الجمعه والسبت ثلاثه. علاه السبت؟ دير الجمعه والثلاث، علاه السبت؟ علاه الاخ انا نسال كيسيون، انا نسال فيك كيسيون تاع واحد شاب يقول لك هما علاه خيروا السبت، علاه ما قعدوش الجمعه؟ انا نسال فيك سؤال تاع الشباب يا ولدي. اسمع مش هما اسمع الاخ عيسى، هما الناس كانوا يطالبوا باش يزيدوا نهار، شغل باش يزيدوا الضغط نهار، باش بعد باش المطالب تاعهم تسمع. كان واحد فهمتني، دوك هما كي خرجوا بالسبت هذاك النهار اللي داو بالعربيه، شوف نقول لك هذاك النهار خرج بالسبت داو. اخ شريف شوف، نعم انا عندي وجهه نتاع النظر في الموضوع هذا بالذات. نعم تفضل. شوف كاين الناس اللي هما يمشيوا بالنيه نتاعهم، نعم، وكاين الناس اللي عندهم نيه خبيثه، وانا على بالي نتكلم الكلام هذا كاين الناس اللي راح رايح يوجعهم. ايه باسكو هذه الحقيقه اللي انا مؤمن بها. نعم كاين الناس اللي هما عندهم هذه النظرة، هذه اللي راك كنت تحكي عليها انت إضافة يوم واحد آخر، والغرض نتاعهم هو إجهاد، فهمت، واستنزاف القوة نتاع الأمن باش تبقى هي يتعبوها باش الضغط، باش الضغط. اصبرني عجل باش ما تزرب عليش الأفكار. روح وكاين الناس اللي هما يحوسوا يسحبوا المبادرة من جماعة الجمعة، لأنه هم يعتقدوا باللي هذ الناس اللي راهم هم يخرجوا بالجمعة يخرجوا من المساجد، وبالتالي على جل باش هم يقسموا هذيك الطاقة هذيك، فهمتني. وكاين الناس اللي درك هما
بحكم هو انه قال الحراك اللي راهو يخرج بالجمعه ولا بالسبت وهو ماهوش منظم ماهوش مؤطر، عندهم هما الطلبه حابين هما بالطلبه ياطروا الحراك، فهمت؟ عندهم ناس احزاب سياسيه دون هو الا الواحد يظلي يذكر فيهم ومعروفين بالنشاط تاعهم داخل الجامعه، احزاب سياسيه. يذكر انا ردينا اخويا اذكر اذكر عليه اذكر الناس تعرف الناس تعرف احنا اخي نقولوا الصراحه راح احنا اخي روح شوف ما انا في السلطه ما انا في المعارضه روح رانا شوف شعبيين روح شوفهم روح تلقاهم، تفضل شوف الناس اللي راهم يهزوا فيهم، وكاينين حتى الناس اللي متواطئين معاهم من السلطه، فهمت؟ يدخلوا ناس كاينين يدخلوهم عن يدخلوهم هكذا يختلقوا لهم اشياء، قال يهزوهم هزوه لابوليس، هم داروا له بي في، هم داروا له هكذا ويوريوه في وسائل الاعلام على جال باش هما بالطريقه هذيك هما يجيوك من الطريقه هذيك على جال باش هما ياطروا الحركه بالطريقه نتاعهم، باش قال ها وهذاك راهو ذاك مناضل وهذاك مهزوه وهذاك مداوى طريقة الاستعمال ايه هذا طريقة هو. الاستعمال هما الهدف نتاعهم هو يجبدوك، قال هاك تشوف منين يجبدوك، من الجمعة يجبدوك، من السبت يديوك الثلاثة على جال باش فيما بعد هما يتحكموا، وبالإضافة إلى أنه عندهم ناس في الخارج تاعهم انت رأيك الأخ نور الدين، ولكن ها. انا ولا رأيي أنا نهضر لك برأيك، وأنا نهضر برأيي. اسمع الأخ نور الدين، أنت اسمع هذا رأيك، أنا في اعتقادي هم أحبوا يزيدوا السبت باش يعطوا فرصة يعطوا فرصة أول ثاني الناس اللي ما يخرجوش بالجمعة، شافوا باللي السبت الناس ما تخدمش، بالك يزيدوا السبت وهي قاعدين باش يزيدوا الضغط، لأن الجمعة وثلاثة النظام ما استعجبش للطلبات، حبوا يزيدوا السبت، ومن بعد حابين يزيدوا بالك ربما على شهر شهرين ثلاثة 4 شهور يزيدوا بالك يزيدوا نهار واحد اخر، تما هما التصعيد يقولوا له التصعيد، لكن هالك نهار السبت اللي خرجوا فيه الشرطه ضربت بقوه ونشوف ضربت الناس وجرات مور الناس وناس هربت، ومن بعد الناس تفرقت يعني هبطوا. تصعيد رايح يؤدي للمواجهة الأخ شريف. ايه بصح هما لا هما التصعيد السلمي ماشي التصعيد تاع المواجهه، التصعيد السلمي معناتها معناتها انت كي تخرج خطره في السمانه ماشي كيما تخرج 3 مرات 4 مرات في السمانه، تسمى يزيد الدفع راك فاهم مش الاخ نور يزيد، الدين. كي تكون مرة في السمانة، اسمع، كي تكون قوة، فهمت؟ كي تكون قوة في السمانة، قوة واحدة تستعملها انت، انك انت تخرج بالجمعة وتخرج فعلا يعني كيما نقولوا حراك قوي، تخرج بالجمعة. لما انت تولي تخرج بالسبت وبالحد وبالاثنين وبالثلاثة، الطاقة نتاعك هذيك انت تولي تفرقها، تولي تنقص الطاقة نتاعك، ومع الوقت كي تولي انت روتين دون تمثيل الحراك ودون التأطير نتاعو، تولي انت فيما بعد مع الوقت تولي الناس تولي لها خلاص، تولي تألف الناس اسمه اي صي، اللي ما راحش بالجمعه يقول لك انا بالك لا عاود نروح بالسبت، واللي ما راحش بالسبت يقول لك بالك انا نروح بالثلاثه، ومن بعد بشويه بشويه تولي ترك انت خلاص، كي تلقى انت روحك انت تخرج لا مشروع سياسي لا ثقافه سياسيه لا مطالب محدده لا بديل لا كذا، تخرج الناس انت 1 2 3 في فالانجيري، العسكر يذوك 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 يذوك، ثم بعد تلقى روحك باللي انت خلاص، تلقى روحك انت باللي فهمت، تلقى روحك انت باللي خلاص مع لا الوقت. اسمع الاخ نور الدين خليني حاضر، نقول رايي. اسمع شريف، تفضل 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 يا انا اخويا خلصت. اسمع على ذاك، عندي 5 ساعات اون اكسترا تفضل. تفضل فوق لي دوني. اسمع اه الساعه تفضل الاولى خلصت. شوف انا رايي، انا في السبت والجمعه والسبت والثلاث، انا نعم الجمعه موافقه عليه بيسك الناس روبو بعد صلاه الجمعه تخرج مرتاحه وتعبر وناس مسالمه كما يقولوا. قضيه الثلاث كي قالوا لي الطلبه، قلت اذا واحد من الطلبه لازمنا رايهم، لازمنا نسمعوهم، لازم الطلبه سي بومدين كان يشتيهم بزاف ويقدرهم يشتي رايهم على هذيك. انا كنت موافق على الجمعه والثلاث،
بصح السبت صاحبي كان إرضاء لفرنسا أو رسالة للخارج. ويا أخويا الشريف، يا أخويا الشريف، أنت إذا ما شفتش هذه في الإنجليز، نور الدين شافها في تولوز وأنا شفتها في موريال. يا أخي قلت لك هذيك النهار في البريفي، قلت لك أنا قلت لهم أعطيوا لي الميكرو، قال لي يا أخويا ما تحشيليش، راني نقولها قدام الجميع. قال لي ما تحشيليش، قلت له نقول كلمة للشعب الجزائري. قال لي ما تحشيليش، هذا ملي حاكمين الميكرو. دونك هذه هي اللي تخوف. انا اسمها ما عندناش احترام لبعضنا ولا القبول، وذاك الوقت كانت شعار خاوة خاوة، على بالك وصل الظهر للنجوم، اسمه السما الازرق فاتو في النجوم قريب يوصل خاوة خاوة، بصح في الواقع ما كانش. هذا هو برك، هذا هو رأيي انا في السبت والجمعة والثلاث. بصح انا باغي الحراك يستمر ولو كل جمعة بزيد، غير حضروا رواحهم، حضروا لنا شوية حوايج هكا كيما دوك لي كيف يسميهم هذوك لي تيفون، هكا يسميهم نوردين، لازم هذوك الجداريات هذوك كانوا يرسموا، كانت الناس تبدع، يزيدوا فيها تيفو الشعر، ايه تيفو، يزيدوا فيها الشعر، يزيدوا فيها مسرح، يجسدوا المعاناة بطريقة حضارية. ونجي بعتولي نعيط، أنا نعيط ونروح، وش استفدت من الحراك؟ وش استفدت غير نعيط ونروح؟ تولي وأنا كرافات يا بعد. إيه أنا مش إيه كرنا إيه، إذا راك تقول سلمية، ناس هاي تضغط وناس هاي تبدع، ناس هاي توعي، ناس هاي تحكي كذا شوف يتلموا، والناس شوف يتخيلوا وتشوف. اسمع صح، اسمع كي تروح لي تعيط اه الاخر مني ماشي عسكريه، وش ومن بعد راح اسمع انا تبدلوها انتوما اسمع اسمع مدنيه ماشي عسكريه، يبدلها عسوله، اسمع يبدلها نكازه، وش بينا بالصور؟ بدك خليك من هذا الهضره، كل واحد عنده الدور تاعو يلعب فيه. ايه اسمع، السياسه مسرح واسمه حلبه تاع المسرح، كل واحد يلعب الدور تاعو، ولكن لو كان جات الامور تمشي على قالها، الصندوق هو اللي يبين المساله بعيشه. ايه انت كي تكون كيف في توصل الصندوق، كيف توصل الصندوق، كيف توصل؟ يا الاخ ما عيسى، نقولوش نوصلوا للصندوق، للصندوق نوصلوا له. شوف هاو قالها لو نور الدين، اسمع لو كان قال لك اسمع لو كان الدستور وفوتوه، تبون وفوتوه، الدستور وفوتوه، بقى لنا. انا هكا نهضر مع الشباب اللي نعرفهم، سمعت انا على بالنا باللي لو كان يروح البرلمان وتروح البلديه راح يزيدوا يطحنونا 30 سنه واحده اخرى، هذا هو المفهوم تاعي. دركا اللي جاو ملاح ما همش ملاح، هذيك الله اعلم، ربي يجيب. بصح انا على بالي لو كان نقعدوا بنفس العقليه وبنفس الاتهامات والانتقادات وما كانش مصارحه، واحد ما يصارح واحد، على بالك نعطيك من المفارقات تاع راديو وطني اللي وصلت لها انا، مفارقات راديو وطني. شوف زوج عسكر من الجيش يقول لك اسماعيل العماري مجرم، اوكي هما عسكر، وزوج كانوا امراء في الجبل يقول لك اسماعيل العماري الحاج اسماعيل الله يرحمه. افهمها انت، هذه هي الجزائر، زوج عسكر ينعل في عسكري وزوج كانوا امراء يترحموا عليه، قال لك هكا. هم اسمع زالوا حي وما زالوا حيين اللي قالوها في ربعه، في اسمع ربعه ما اسمع زالوا حيين، زيد تسميهم بالاسم. خليني اسمع نكمل، لا خليني خليك نكمل، تكمل خليني سالي سؤال، نسميهم، خليك خليني نسميهم، ما خليني تسميهمش نسميهم تسميهم واسالني. انا قبل ما تسميهم نسالك سؤال، الزوج العسكر كانوا في الجزائر ولا كانوا خارج الجزائر؟ كانوا في الجزائر وكانوا في الأزمة وحكموا الحبس في الأزمة وهربوا، واحد هرب عن طريق البر وواحد كان كي قالوا كان قلت لي نقول الأسامي ما تحكيش شوشان. التاريخ تاعهم، ما تحكيش مانيش التاريخ نحكي تاعهم، التاريخ، أنا هضروا أعطيتك الكلام. مثال اسمع هضروا انا يا أخي، نحكي فيك حالة يا أخي. يا اخي عيسى، يسمع الكلام كي قالوه باللي العماري مجرم وقالوا كذا، قالوه هو بقى في الجزائر ولا قالوه خارج الجزائر؟ شوشان يقول قلت هل داخل وقلت هل برا، قالها يا بدي اخي وجوههم ذوك احنا وش صادقين. انت شوف اسمع انا يا عيسى، قالوها اسمع قدامنا،
اصبر نوردين اصبر قول له اصبر برك قول له يا فكروا عيسى، قالوها يا وحنا تبعني نسمعوا. يا تبعني اصبر يا عيسى اسمع تبعني يا عيسى ديروا نقطة نظام، اصبر شوية يا عيسى اصبر تفضل تفضل. اصبر اصبر. هكذا غير الحوار تاع الجزائريين، هكذا غير الحوار، احنا هكذا غيره في الجزائر. انت كي تسخن تعرفش ولدي ياسر كي يسخن انا يعني. نسخن نسخن انا نسخن بصح صح بالطريقة هذه تفضل. ما نخليوش، بالطريقة هذه من الناس اللي راهم يسمعوا فينا ما هي بيان بالعقل سور بالعقل بالعقل صح بالعقل، بالعقل ما نهضروش مع بعضنا، واحد يكون واحد يتكلم الاخر يسمع. هذيك هي شوف انا سمعت لهم، سمعت لهم هذو اللي راك تهضر عليهم انت، سمعت لهم انا في اربعة، مدني مزراك وعبد الحق بيايدة وشوشان ايوه وحسين، وحسين ايوه واخرين اخرين. نسيت شوف نسيت حبي لا نسيت الاخر الكولونيل شكون كولونيل شكون سمراوي، سمراوي. اصبر برك خلي خلينا ايوه انا ما كان كمل اصبر اصبر. شوف مدني مزراك، مدني مزراك وعبد الحق العيايدة كانوا في التيرا، فهمت؟ كانوا هازين سلاح في زوج، وكانوا هما في مواجهة مع القوات بتاع الجيش. شوشان وش اسمه وحاسين هذو عسكر، كانوا هما تحت لي زوردر، لي زوردر تاع القيادات نتاعهم، هما خرجوا على القيادات نتاعهم، هما خرجوا على القيادات نتاعهم. هربوا انتيا اصبرني، انتيا دوك مثلا هذا المدني مزراك وعبد الحق العيايده، لو كان يكونوا ناس من هذا النوع نتاع شوشان واسمه حسين، واش يديروا لهم؟ قطعوا لهم راسهم. يطرقوهم. بنفس الشيء للمخابرات لشوشان واسمه حسين، خارجين على الوسم نتاعهم. الجيش ما كاينش اللعب كيما هكذا، وي الجيش ضباط تمشي يتبع. هذا لا يعني من انه ضق قال مثلا راهو هو اسمه هذا اسماعيل العماري ولا غيره، راه مع الحق. راني نهضر لك انا كي نقول لك نشرح لك، ماشي راني نتبنى في القضيه، نشرح لك. شوف درك هما هذا اسماعيل العماري، هو انا حكيت معه بالحق، حكيت معه بالحق وحكيت معه مدني. انت درك واحد محكوم عليه بالاعدام، عبد الحق العيايدة محكوم عليه بالاعدام، تخيل انت يا هو انه واحد راك انت في يده ويعدمك، خاطر يعدمك خاطر يدير فيك واش حب، حبس الرسول ويطلقوه تما، راه يمنعوه هو من الاعدام، يطلقوه. وما على باليش انا كاينه تفاصيل اخرى اللي ما على بالناش بها. وفي المقابل يجي انت واحد اللي انت كنت تدافع عليه، يصيرك هو يتهمك باللي انت راك عامل للمخابرات، ومع انه انت راك كنت في فمها، كنت على فم الاعدام. وهاك تشوف فيهم درك، هاك تشوف فيهم درك مثلا كاين الناس اللي راهم درك هما غير في الفيسبوك، ما عنده لا شعب راه معاه والو، غير عنده غير الفيسبوك هذاك نتاع الجيمات والتعليقات، راهو يتكلم زوج كلمات يقول لك هذاك هو دياراس، او ما تدورش به هذاك، هذاك دياراس، او هذاك والله كذا. والله هو الزعيم. أبا هو من عبد الحق، عبد الحق أنا نعرف العائلة نتاعو، فهمت؟ نعرف العائلة نتاعو، كاين الناس اللي يهضروا يقول لك باللي هذا نتاع دياراس، ما هو لا دياراس ولا محزنون، إنسان عنده قناعات. تقول لي باللي ممكن بالك راهم هما ممكن بالك يمانيبيليوه بطريقة غير مباشرة، عائلة نتاعو عائلة مجاهدة. وهذيك شوف نقولها لك بالك انت ما تعرفهاش، نقولها لك الاغنيه هذيك نتاع الطياره الصفراء هذيك ايه نتاع واحده من العائله نتاعو، لا فهمت؟ نتاع واحده من العائله نتاعو العيايده. ايه انا شاهد، انا شاهد معاك، شاهد في الدنيا وفي الاخره، شاهد انا حاضر. باباه مجاهد،
باباه مجاهد احنا ما وعنده كناش مال. هذه، لا 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 ما لا رحناش لهذه. اصبرني يا، اني نشرح لك هنا في القضية هذه. هذا درك هو عبد الحق، هو يشوف في روحه باللي راهو درك واحد كان تحت السلطة نتاعو، واسمح له اسمح له ولا طلقوه ولا كذا. شوشان في المقابل، شوشان راهم قال مثلا عذبوه، راهم ضربوه، راهم اهانوه داخل السجن، وراهم دوك هما راهم كانوا حابين يستعملوه، وهو هرب وبقى هو راهو حاكم الوسمو. دونك انت هذاك راهو باني الموقف نتاعو، هاو على واش راه بانيه، ولا ها هو كيفاش راهو باني الموقف نتاعو. هذا ما كان، فهمت؟ هذا هو. هنا احنا فاهمين بصح. شوف، واحد واحد احنا نفهمنا والحكايات بزاف، بصح قلت لك واحد شباب ما يقدرش يستوعبها فاسيلمون كيما احنا مستوعبينها درك. يا مستوعب عتاش انت متاكد هضرتها وقلت الاستنتاج انت. اسمع، انا ما قلتش استنتاج، انا قلت لك وين وصلنا. شوف باه تعرف العقلية تاع الشعب الجزائري بدون ما ماشي شعب نرجعوا جزائري. للظروف. اسمع لا اسمع لا، ماشي بشع. خليني اسمع خلينا اسمع اخي، خلينا نهضروا برك، انت خليني اكيد تكون، نكمل اسمع وهضر، انت اكيد تكون، خليني اسمع نكمل. يا اسمع، انت اكيد تكون في بلاد اللي فيها الديكتاتورية وفيها ما تقدرش تقول الحق. هو يقول لك انسان عاقل وكذا وكذا، بس على باله كان غدوة يقول له موت يا يرم الدنيا يغبروه. ناها، احنا كنا ما كان ضد هذه الافكار. احنا قلنا انا هذا، ما قلت لك كان كي صرات هذه، كي صرات هذه احنا نساو هذه الامور، هذو ما نهضروا على المستقبل، انت خلي تهضر على الماضي. يا ولدي يا ولدي، رانا ما زلنا في الماضي يا راجل من هضرنا في الشيطان. القدام محمد ديك، خلي زيد نحكي لك حاجه هضر على كي يقولها المستقبل، لك نور الدين. شوف لنا حل على يا المستقبل يا اخو، علاه اجتنا تهرب من، بالماضي. تحوس علاه تخاف من التسعينات، علاه ما تخاف حبش منها؟ هضر عليهم انايا، باسكو لا نوفل عليه جينيراسيون. لا اسمع، لا نوفل رانا جينيراسيون، لا راه نوفل جينيراسيون الشريفة، خليها تخدم هي، خليها الشريف تخدم. الشريف الشريف اخي، اي وضحت والله، لك هذيك النهار. الشريف الشريف راهم يحوسوا يدينا لهذيك الطريق. ايه احنا نقول لهم ماشي هكذاك هذا المكان، ايه بصح ماهيش هاك. ما انا تقولهمش قلت لك قبل ما في تهدرش، عين قبل ما والسرسيبات تهدرش اسمع، على بالك باللي الوحيد الوحيد اللي تحدى جماعة الفيس جميعهم، واللي كذب سمراوي في حكايته علجية، هو العييدة. عليه واحد مازال تهدر عليها باه يوضحوا الامور للناس، مالقري يقول لك كاين تلغمت بالدياراس وهم داخلين فيها، مي كاين حقائق عليه تخفى تظهر سيتون تناو من نفقعوا. علاه نبقاو حنا الدرك دوك؟ رانا مدين ليها هذا الدحدوح واش ظهر عزرينه، هذا القنبله واش ظهر عزرينها، واش معناتها هكا بدات الشريف، اي هكا بهذه الطريقه بهذه الحشيه. ناس على بال، انا بال وحكموا الناس رئيس. احنا كنا نعرفوا رجال، نعرفوا رجال، اي النمله، النمله يحن عليها، النمله النمله يحن عليها، ظهر إرهابية. يابا خلينا يرحمه هذه هي. بلا قبرك يا سي عيسى، بلا قبرك. لا لا، تسعينات مرارة، الفوبا نرجعوا لها، أي مرارة صاحبي وش بيك ماذا، وهما مديو فينا الطريق هذه. نو حنا نقولوا لا لا هكا سيتو. البرد قاعد لي في كندا، البرد قاعدك لي في كندا. والله راني والله غير نوض الطوموبيل، راني نوض الطوموبيل على بالك في طوموبيلتي، كي نعيط واحد ما يسمعني. على بالي مزيه يا ربي، كون جيت كون جيت في الدار يحوزتني الجزائريه. يا ربي شي حاجه تقول لا بوليس، قول لهم هبل. لا لا، كاين حوايج، كاين حوايج لازم تقال، لازم توضح للشباب باه ما يدخلوش، باه ما يدير لهمش كيما داروا لنا برك. حنا تبلعتنا وشي، علاه نضلوا نهضروا فيها؟ حنا تبلعتنا كشباب. ما انت انتم تبلعتوا في التسعينات وتبلعتوا في 2020. اودي شبابنا ضيعوه يا راجل. حنا اسمع، انا في 89، في 89 قداش في عمري؟ في عمري 22 سنة. الله يبارك، يبارك في سلامتك. راني في 53 سنة، الوضع مازال ما تغيرش، مالقري وقت الشاد لي دوك. لو كان تهضر مع اللي زادوا في 2000،
على 10 سنين يقول لك احلى احلى حياة عشتها وقت بوتفليقة. عم يقولوا فيها. مات، انا شفت الشاد اللي قدامي في 81، كنت نقرا السنة الاولى متوسط، ما شاء الله. قدامي شفته، زدت دارت ليام في 90 شفته قدامي، هو يدش اللوزين في سريانه قدامي. يعني شوف روحك باللي وين قريت وكيفاه، تلقى رايس، نفس الرايس شفته وانا صغير وشفته وانا خدام. وراحت هذيك بريزاونا، بريزاونا هاو عندك مثال، نور الدين، نور الدين كانوا قادرين يقتلوه، هم عاطين به مثال باللي احنا اللي حاكمين الجزائر ولادها ما يدخلوش الجزائر، اللي يحب الجزائر هذه لازم هكا نديروا له. سمعت؟ الله يجعل خير خويا عايش. سميها انتقام، سميها حقره، سميها مكره في العروبيين، سميها مكره في الاسلاميين، سميها مكره في الشاويه العروبيين، سميها في الشاوية الفرنسيين، سميها في القبائل المفرنسين، سميها في القبائل الثاني المعربزين، يعني راح يخلطوا لنا شكارة. رجال الجزائر كل راهي لبرا، كل اللي تقول هذا كل واحد ما قدم مشروع، يا ويقدموا مشروع يعاونوا الشباب، هذا شباب والله اللي عانيوا سورتو تاع اللي ما عندهمش المعارف واللي ما كانش الرجال وما كانش الكتاف راهي تشوفري. شوف نقول لك الاخ عيسى، كنت تهضر قبيل انت على اسمه على الشباب، انت راك مريت بالمرحله انت على الشباب وكلنا مرينا بها. مرات لما تكون انت في السن تاع 15 سنه 16 سنه ويبدا يبداو شعراتك ينوضوا، ايا تبدا انت قال مثلا تهضر مع امك ولا مع الاقارب نتاعك كذا، وقال راني حاب نتزوج وراني حاب كذا ومنا ومنا، يقولوا لكم اودي لعن بليس مازلت صغير على روحك انت، او انت تحس في روحك بلي خلاص راك ديجا ناضوك زوج شعرات، خلاص وليت راجل. ايه تحس في روحك بلي راك وليت زعيم كبير، يكسروا معاك يضحكوا معاك منا منا منا، ما تيبس راسك انت. المهم وكاين اللي ربما حتى يتزوج، لكن النهار اللي يتزوج ويدير دار فيما بعد يعرف باللي الدار مش كيف ما كان يتخيل فيها، مش كيف ما كان يسمع. و نخليك النقاط، هذه التجربة هذه السياسية لا ميم شوز. درك حنا علاش رانا نتكلمو وعلاش راه عندنا هذه المعطيات، وعلاش حنا قال مثلا راه مثلا كاينه بعض الرؤى اللي حنا هي تكون صائبة ولا الاستشراف يكون صائب ولا كذا، لماذا؟ بالتجربة من الأخطاء اللي وقعت، من المأساة اللي عشناها، من هذه الغربة اللي عشناها ونتحدثوا قال مثلا من أجل المصلحة نتاع البلاد. ما كاين شباب اللي هو راه مازال ما عندوش تجربة، مسيطر عليه العاطفة، مسيطر عليه الانفعال، وبالتالي ما عندوش المعطيات، وفيما بعد هو ما راهوش راح يفهم القضية كما ينبغي. احنا دوك مثلا هذا الشباب انت لما دوك مثلا انت تحكي لهم على التسعينات، هو ماش التسعينات، لازمك تعرف روحك بلي دوك راك كاين مع اجيال واحد اخرين، راه اللي دوك مثلا زايد في 2000 عباك شحال في عمره؟ 20 في عمره 21 21 سنه، فهمت؟ هذا ما عاش في المأساة خلاص نهائيا، ما يعرفهاش. اللي ربما ذكرها مثلا زاد هو مثلا في التسعينات، حتى اللي زاد في التسعينات ما يعرفهاش، راهو يخايل. الناس اللي راهم يعرفوا المأساة هما اللي راهم فايتين من 30 وروح ليه اذا جيب 70 وطلع، فهمت؟
بالتالي لازمك انت هذه الامور هذه تاخذها بعين الحسبان، ما لازمش انت تقارن روحك انت ولا انا ولا الاخ شريف، ولا تقارن الناس شباب اللي هما ما يعرفوا والو، ما يعرفوا والو عن المأساة. لذلك الواحد كاينه اشياء اللي هي تتطلب وقت، تتطلب وقت. كاين الناس اللي انا شخصيا كاين حتى اللي سبوني، فهمت؟ بس ما نحوس عليهم، ما على بالي بهم، ما على بالي بهم باللي راهو يجي نهار اللي كاينين. كاينين مثلا نهار اللي درت انا وسمو التجمع في تولوز، وناضوا ليا، ناضوا ليا هكذا بعض الشباب، كاين اللي مدفوعين وكاينين اللي تمشي فيهم، يمشي فيهم الانفعال هذاك. وقلت لهم انا وببليك، قلت لهم باللي شوف راه يجي نهار عام عامين تعاودوا ترجعوا للكلام تاعي. وخليت عليهم، ما حوست عليهم والو، قلت لهم مع الوقت. مرات نكون نمشي في الطريق، انا نمشي في الطريق وهو يجي واحد يقاطع لي، السلام عليكم واش راك عمي صافا لاباس شفيت عليا؟ قلت له انا ما على باليش. قول لي انا واحد المره راني كنت تما وشفتك تما وسمح لي بزاف، وراني كنت مقلق وكنت كذا وكنت كذا، وراني راني من بعد وليت شفت الفيديوهات تاعك وعرفت روحي باللي راني كنت ماني فاهم فيها حتى حبة. تصرع، فهمت؟ تصرع. باسكو علاش انت دوك هذا الشباب هذا منين جاهم التجربة؟ ما انخرط في حزب سياسي، ما حضر الجمعية، ما حضر المسيرة والحراك هذا ديجا درك. هاو كي نقول لك ما دكتور تقول شاب يجي يقول لك انت. مرة قالها لي واحد، قلت انا نهبط باش نحضر في الوسم، وقال لي انت تحوس تركب الحركه. قلت له شو نركب الحركه؟ كنت تعرف انت اسم نتاع الحركه؟ الحركه انا اللي نعلمتك في الاسم، عدت انت تجي تقول لي انت تركب الحركه. حركه انت منين جبته انت؟ روح جيب لي الاسم نتاعك اللي كنت تعرف الاسم نتاع الحركه. المهم كاين اشياء كثيره، فهمت؟ تلقى ناس مرات تلقاه يهدر في الهضره اللي كنا نهضر فيها على الراديو، وهو ما هزهاش من عندنا، هزها من عند ناس اخرين. راهم كاينين الناس اللي هما ها هو تبون مرات تسمع فيه تقول انت كانه راهو يسمع الهضره نتاعنا ويعاود فيها. ومش غير هما، كاينين ناس هكذا يهزوا في المصطلحات، يهزوا في الافكار، يهزوا في كذا. وتايا راهو قال مثلا واحد يسمع فينا جورناليست ولا هذيك، يهز افكار تعجبه ولا مصطلحات ولا، ويعاود يرددها بطريقته في قناة فضائية. دوك هو كي يسمعوا اكزومبل، مثلا تقول انت تغيير سلمي بطريقة حضارية مثلا، يقول لك انت هذه هضرة نتاع نكاز. شوف يا سيدي، علاه؟ باسكو هو سمعها على نكاز. او تقول مثلا كلمة، تقول كلمة يقول لك هذه نتاع فلان نتاع زيتوط ولا نتاع اكس ولا نتاع كذا، هو سمعها منه. كيما درك مثلا هذا المصطلح اللي راهم يدوروا فيه هذا نتاع عبلة، تروح ليه يقول لك امير دي زاد مثلا. مي هو اللي خراه وخرج المصطلح هو بنزديرة، بصح هو ما يعرفهاش، ولو كان تهضر له عليها ما يقتنعش بها. فهمت؟ ناس ما عندهمش. مرة يجي يهضر معايا واحد نعرف المدرسة نتاعو وينها، مدرسة بن زديرة، مدرسة فلان، مدرسة فلان، ما نعرفه هكذا، نعرفه واش راهي. الاخ نور الدين، واحد مره هضرت مع واحد غير كيما عنده واحد 4 ايام، عنده خوه يخدم ماشي عسكري، هو يخدم مش عارف يدير تما سمندكي. زرنا هذه تاع عبله، يهضروا عليها هذه تاع عنتر، اسمها عنتر اسمها عبله. قالوا هذا السيد يحكي لي تما خوه قالوا الحلف لك بالله، قالوا قسم من الله العظيم غير ما تكزيستي هذه الكازرنا. قالوا كازرنا دري ما هضروا عليه، اسمح لي. قالوا هذه الكازرنا
واش ولات شغل مكان اللي تما بيحطوا فيها شغل، حطوا فيها الدوزان تابعين الكازامات. قال له كاين دركا كاين 5 كازرنات تاع المخابرات الاخرى، بصح هذه خلاص راهم دايرينها شغل ستوراج باش يستوريو فيها الدوزان. حلف له هو، قالوا الناس تهضر عليها، قالوا ما تزيدش كاع. قالوا خلاص موجودة الأخ شريف، هذه موجودة. أني نقول لك واش أني أنا أهضر أنا أهضر لك هذا إيه، وين راني نهضر لك من معلومات ماشي قالوا لي أنا هذا واش قال لي. قلت له أو موجودة موجودة بصح ماهوش موجودة، بصح ماهيش في المكان اللي راهم يهضروا فيه. راهم كاينين الناس قلت لك قسما بالله، لو كان تجيب له قال مثلا اكزامبل، يقول له اكزامبل برك، قال مثلا يقول لك جنرال بودواور اكزامبل، اسمع انت تقول انت السيد هذا راهو عالم كبير، قسما بالله لو كان تجيب له هذا بودواور تحطه له قدامه وتقول له شكون هذا، يقول لك ما نعرفوش. ايه معلوم كاينين ما تعرفهم صح. يردوا في اشياء. وهذا الطامه هذه كانت موجوده في التسعينات. تلقى انسان هو حافظ لك عناوين نتاع كتب، او حافظ لك اسمه، يقول لك ابن تيميه. تعرف ابن تيميه؟ ما يعرفوش. محمد بن عبد الوهاب، تعرف محمد عبد الوهاب؟ ما يعرفوش. تلقاه يهضر لك، ينتقل لك من تقول انت هذا علم كبير، هو راه ما كان والو. مثال الاخ نور الدين، اي واحد يمد دي فوس انفورماسيون الصدقيات بدا تروح. لي فوس انفورماسيون دوك مثلا نقولوا انسان هذا، اسمع انت، هذا اللي راهو يجي اون ديريكت، فهمت، في المباشر، والناس تشوف فيه ها هو جاب ابن عمه وهو قال لك ميكانيسيا، ويشوف فيها تبهديل اللي العالم كامل يشوف فيها بيان سور، وثم كانه لم يكن شيء. دارها في فرنسا مع اختو، دار اختو في القائمه نفس الشيء، وزاد قال لهم انت عاد الدستور هذيك نجي ونوصل بن عمه ونعدل الدستور في سمانة واسمه. هذا الشباب اللي هو راسه مغندف، انت واش راح تهضر معاه؟ والله العظيم هني قلتها في احدى المداخلات، هذو استغفر الله يا ربي، لو كان يشوف السماء راها تنطوى يقول لك فوتوشوب. الاخ نور الدين شحال الساعه؟ اسمع الساعه شحال عندكم الاخ نور الدين؟ انا عندي 11 غير 10 5 راه قريب الخمسه. اسمع هذاك هو، انا خلاص انا طفيت، ما نقدرش انا ردينا، انا ما نقدرش نتبعها. طب العيطه الكبيره اسمح هذه ورا طب العيطه الكبيره تاع مسيون كيكيز، انه يدعي انه ملياردير وهو حلم باي بال باه يعطوا له التبرعات، هذا الملياردير. الله يجعل خير. والطبلعيطه الثانيه تاع انه يسلك على المتحجبات كي كانوا يصنعوا فيه لفرنسي. الشباب ماهوش فايقين هذا لي بوان هذا، هم كشفوا اخرين في الخارج كثر خير، ما ننتحيه من هنا بعد. الناس الاولين اللي كشفوا له الاعيبه وهكذاك وجابوه للجزائر وزادوا لحوه في الحبس، وهو مريض وهو راح يموت، هذه صراع زعيم. والمشكل كاين انا سيتبع، بصح انا ما تاع الفيسبوك لا يعنيني، انا نشوف في الارض في التيره وفي كل بلديه حقيقه. يا الشريف تصبح على خير. صباح على خير. بسلامه. هيا راح تكوبي يا نور الدين. زدوك شما تزيد تعطينا افكار شما انا قلت شوف، انا شوف، انا عندي بروجي. شوف قلت لهم ينحي لكم الشوماج للشباب، بصح بشرط القاو لي 100. انا لو كان ما نشوفش ال 100 هذم قد وتكونوا متفقين عليهم ما نعطيكمش البروجي هكا. هذا هو مشروعي، اذا لقيت الناس الرجال نتعاونوا فيه جميعنا ونخرجوا من الضشراوية
نمشي وبيع. وانا اقترحت على بلديات بات ناكل، لا عسون لا هم يحزنون لا احزاب، اختاروا ميات اخياركم، من تهموا واحد، من سبوا واحد، من يزولي واحد، من قصي واحد، نحترموا بعضنا، اللي مليح فيه نخيروه، مية نتهموا على المشروع ونمشيو به. والبلديات 61 بلدية، مش محلي، هو مشروع وطني لكن يبدا على المستوى المحلي، باه نخدموا بعضنا، باه نبداو هاك. انا باغي نوحد الوراث، الوراث مدي التيتر بركه نوردي، والله العظيم باتنا والاوراس الاشم وكل بولايته، ام البواقي، عين البيضاء، خنشلة، ضربها التبسة، دور من هي لسوق هراس، وارواح مولي حتى من الجهة هذه تاع طالع عند توتا، وتروح طريق بسكرة، ومن بعد تطلع الداريكة، وتروح هذو وكل مهضومة حقوقهم كلهم. تخيل انه بعين ياقوت هذه اللي كان القايد صالح رئيس واركان الجيش من 56، هي بلديه باركه، داروا لها اختيارين، اذا تشاف الثماني وقت الشادلي يا خنشله يا باركه، اللي يطلع ولايه، وفرحنا كي طلعت خنشله ثاني ولايه. الدشراويه تاع انتم راكم متابعين الباتنا درك وكل هي دخلنا عين ياقوت، بلدية عين ياقوت تابعين لدائرة المعجر، نبعدوا 35 كيلو على باتنا، عين توتا دائرة 35 كيلو على باتنا، سريانة 45 كيلو متر دائرة، مروانة بعدها بشوية، والله ما على بالي قدها كيلو متر ما قدرش نحدد لك، مروانة دائرة، عين ياقوت هي أقدمهم، من أقدمهم من 56. نعطيك حادثة، هي وسكيكدا كانوا بلديات في زوج، نفس التوقيت نفس لاداط، هي وسكيكدا. وخلي ما نحكيش عريس، ما في حتى أوزين، اسمها كما يقول لك عارين الثورة، عارين الثورة الجزائرية، بدأ من عاصمة الأوراس، سموها عاصمة الأوراس، والله يا نور الدين غير تيتر، بداو التيتر يجيب ربي الخير. فيها حبس، داروا فيها حبس، هذه الريس. المهم الاخ عيسى، يلا عيسى خليك تروبوزي وتماكم ليله كامله، انا ما حتى ما تعشيتش. ان شاء الله رانا ان شاء الله نتلاقاو في فرصه واحده. انا نحكيو ان شاء الله. الاخوات ان شاء الله. احنا نحاولوا نخلقوا حوار برك ان شاء الله. صباح الخير. المهم تصبحوا.